أحب فيها. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنة وانت طيب. صباح الخير عليك يا جمانة وانت طيبة، وكل مشاهدينا في كل مكان طيبين وبألف خير. خلاص احنا ساعات بتفصلنا عن عام جديد، 2023 انتهى بكل ما فيه، بحلو بمره انتهى، بكل اللي عملناه وكل اللي حصل في الدنيا كلها. خلاص سنة وانتهت، هي عدت بسرعة لكن سنة كان فيها تفاصيل كتيرة جدا، اعتقد ان احنا هنفضل فاكرينها، جيلنا بشكل عام هيفضل فاكر السنة دي. لكن خلاص احنا داخلين سنة جديدة، بنتمنى من الله انها يكون عام خير وعام رخاء وسعادة على كل المصريين. ربنا يديم على مصر نعمة الامن والامان والاستقرار والمودة والالفة بين الجميع اللي موجودة، نتمنى ان هي تزيد كمان السنة الجاية يا جمال. يا رب يا شاذ. الحقيقة يمكن 23 او سنة 2023 كان فيها احداث كتير جدا، يعني من بداية السنة هي صحيح زي ما انت بتقول عدت بسرعة، لكن يمكن عدت بسرعة من كتر الأحداث اللي كانت فيها. لو نفتكر كده ونرجع لفبراير، نفتكر مع بعض شهر فبراير والزلزال طبعا الكبير والمدمر اللي ضرب كمان الحدود التركية السورية، وكان في ضحايا كتير جراء هذا الزلزال. بعد كده شهر 4 كمان لو نبدأ بداية الصراع في السودان، بعد كده توالت أحداث كتير جدا والكوارث البيئية والطبيعية اللي حصلت، السيول في ليبيا وايضا زلزال اخر في المغرب. وللاسف كانت سنه صعبه جدا جدا جدا، وكانت مليئه بالاحداث. وطبعا حاليا يعني ما يشهده او ما يشهده قطاع غزه، وقلوبنا اكيد مع اخواتنا في قطاع غزه، لكن يعني بنامل واملنا في الله كبير انه يكون 2024 عام خالي من الحروب والنزاعات، تنتهي كل الصراعات في العالم كله تحديدا كمان في وطننا العربي، عود مرة تانية الاستقرار للسودان، تنتهي الحرب في أوكرانيا ويعم السلام على الجميع مرة تانية، يرجع للعالم يا شاذلي بعض بس من العقلانية، بعض من الإنسانية. صحيح. اللي احنا فجأة لقينا نفسنا أمام وجه آخر للعالم، وجه آخر للإنسانية. الحقيقة يمكن السنة دي فعلا كانت سنة صعبة جدا جدا جدا، مش بس المشاهد اللي تابعناها يا شاذلي، لكن حتى يمكن الحقيقة اللي واجهنا نفسنا بيها. صحيح. انا طبعا متهيألي زي ما كنا بنتكلم في البدايه ان الوقت عدى بسرعه جدا. انا فاكر ان الوقت توقف عند 2020 من اول ما جت كورونا، واحنا الايام عماله تجري. هي بدات من سوء الاحوال الجويه. بدات من سوء الاحوال الجويه فعلا اللي كانت في اخر 2019 في بدايه في شهر واحد تقريبا 2020. شهر واحد ومن ساعتها بقى والايام بتجري، واحنا الاحداث عماله متلاحقه في كل المجالات وفي مصر وفي العالم كله، في تفاصيل كتيره جدا. لكن كل واحد فينا مما لا شك فيه بيكون عنده هدف، والهدف ده عشان نوصل له لازم يكون عندنا خطه. في ناس بتقول ان احنا ما حققناش خطه 2020 وخطه مش عارف 2015، وناس عماله ترجع بالتواريخ لورا يقولوا ايه الخطط موجوده في الدرج لسه ما حققناهاش لحد دلوقتي، فاكيد مش هنتمنى حاجه في السنه الجديده. لكن الخطه دي لو انت يعني اشتغلت عليها بالفعل وبدات ان انت تمشي في الطريق ده بكل تاكيد هتوصل. لو عندك دعوه معينه كان نفسك ان هي تتحقق او هدف وما اتحققتش خلال السنه اللي فاتت، ممكن تكون اتحققت بشكل او باخر، يعني ربنا رفع عنك كرب او الى اخره. لكن في النهايه لو انت عندك هدف لازم يكون عندك خطه. سؤالنا بيقول ايه؟ بيقول ايه امنياتك في السنه الجديده؟ طبعا كل واحد فينا بيتمنى امنيه جمانه على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، بيتمنى امنيه ان الامان والاستقرار زي ما كل الناس بتتكلم دلوقتي طبعا بعد ما شفنا الحروب والصراعات يسود العالم من جديد. لكن لما يكون عندي هدف شخصي أو هدف مهني في مجال شغلي لازم أحط له خطة وأمشي عليها عشان في النهاية أوصل لهدفي، وإن شاء الله أكيد يعني طالما أنا حطيت خطة أكيد إن شاء الله هوصل. طب أنت حطيت خطة؟ مع بداية السنة الجديدة بقى، ما احنا متفقين فاضل ساعات السنة الجديدة. وأنا مع بداية السنة الجديدة هحط خطة. طب بكل تأكيد طبعا عندي خطة إن أنا
اكبر في 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 مكاني، اكبر في مستقبلي المهني في الاعلام، برنامجنا يكون قاعدته الجماهيريه اكبر، ينتشر بشكل اكبر. اعتقد ان ده الهدف اللي بيسعى ليه اي حد في مكان وظيفته، ان هو المكان اللي هو فيه يكبر. دي حقيقه. انا يمكن انت سالتنيش ليه، يعني اكيد عندك، يعني ما اكيد عندك خطه طبعا على المستوى الشخصي. اه طيب هقول لك، انا بالنسبه لي 2023 يعني انا عيد ميلادي في اخر السنه شهر 12. طيبة. وانت طيب، وانت كمان في اخر السنه برضو، كل سنه وانت طيب. طيبة بس الحقيقه يوم عيد ميلادي انا قررت كده كام قرار، ويعني ابتديت فعلا ان انا امشي عليهم او ابتديت ان انا انفذهم. ده يمكن على الصعيد الشخصي، ابتديت ان انا قررت ان انا يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا احدد اولوياتي. قررت ان انا على قد ما اقدر مش هضغط نفسي، بالعكس احط فعلا خطه عشان اقدر امشي عليها عشان ما اضغطش نفسي باي شكل او باخر. قررت ان انا لو في مكان مش مرتاحه فيه، مش مبسوطه فيه، مش حاسه ان انا جمانه بشخصيتي او مضطره ان انا اكون اتظاهر بشخصيه اخرى، مش هكون موجوده فيه. لو موجوده حوالين ناس مش مرتاحه معاهم، على قد ما اقدر ممكن ما اكونش موجوده وسطهم، وبالعكس هقرب جدا من الناس اللي شبهي، هقرب جدا من الناس اللي بحبهم، هحاول اساعد الناس على قد ما اقدر. ودي يمكن تجاره مع ربنا، مش منتظره حتى كلمه شكر. دي بعض القرارات اللي قررتها يوم عيد ميلادي. ولكن على الصعيد المهني زي ما قال شاذل برضو نفس الفكره، ان اتمنى ان ربنا يكرمني ايا كان يعني قضاؤه وقدره ايه، اتمنى ان هو او الخطه اللي ربنا رسمها لي اتمنى ان انا اكون راضية بيها وسعيدة بيها، أكون ناجحة في المكان اللي أنا موجودة فيه أيا كان إيه المكان الموجودة فيه. أتمنى طبعا أن حتى قاعدتنا تكون أوسع في صباح الخير يا مصر، ونقدر نقدم لحضراتكم اللي أنتم منتظرينه مننا واللي أنتم متوقعينه مننا واللي يليق باسم صباح الخير يا مصر. البرنامج يعني هذا البرنامج العريق اللي بقاله أكتر من 30 سنة، أتمنى أن السنة دي نشوف يعني بعض من الرحمة أكتر بيننا وبين بعض، بعض من التفاهم والتفاهم بيننا وبين بعض. اتمنى السنه دي يا شاذلي تكون سنه خير وسعاده على الجميع يا رب. وانت بتتكلمي عن برنامج صباح الخير يا مصر، بالمناسبه احنا خلاص فاضل لنا شهر ونكون 4 سنين تقريبا صباح الخير يا مصر في شكله الجديد. بقى لنا 4 سنين مع حضراتكم، نتمنى ان احنا خلال السنوات اللي فاتت نكون فعلا قدمنا لحضراتكم المحتوى اللي حضراتكم منتظرينه. احنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نكون موجودين في الشارع مع الناس، في اي مشروع بيتم بنكون موجودين عشان نعرف حضراتكم، لان دي مهمتنا، دي وظيفتنا ان احنا نعرف حضراتكم ايه اللي بيتم في البلد، ايه اللي بيحصل بشكل عام. فبنتمنى ان احنا نكون موفقين خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله السنه الجايه يكون عندنا خطط على مستوى الشخصي زي ما كنا بنتكلم، وكمان على مستوى برنامج صباح الخير يا مصر. في انتظار اجابات حضراتكم، ايه هي امنياتكم للعام الجديد؟ طبعا على صفحتنا على فيسبوك هنستعرض اجابات حضراتكم خلال حلقتنا النهارده. مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين، بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم، وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي، ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها على أمنياتها للسنة الجديدة. هالة صباح الخير. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل المصريين في كل حتة في الدنيا طيبين. يعني هالة تتمني ايه السنة الجديدة؟ بصي انا امنيتي كلاسيكية جدا، الستر والصحة والرزق وراحة البال، وبتمنى كمان اني ما اقلفش النعم. يعني دي من الحاجات اللي انا دايما بفكر نفسي بيها، وبحب افكر دايما كل الناس ما نقلفش النعم. احنا ممكن حاجة صغيرة، صحيح. فاكرين لما حصل فيروس كورونا، حاجة فيروس صغير قد كده قفل الكوكب، يعني صحيح. قد كده الواحد ممكن يصحى الصبح عنده شوية صداع ولا انفلونزا ويقول يعني ده انا كنت بس بقدر اقوم واقف على رجلي. فدايما نقول الحمد لله، وبتمنى طبعا السلام. يعني وانتم بتفتتحوا الحلقه وبتتكلموا على الاحداث اللي حصلت، نعرف قيمه اوطاننا ونعرف قيمه بلدنا ونعرف قيمه طبعا احنا بنتمنى كل حاجه تبقى افضل، ولكن نبقى عارفين قيمه، صحيح. كل حاجه موجوده. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وطبعا بنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد حاليا كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، تفضل مكمله معانا لحد ميدان العباسيه ومسجد النور، وبعد كده كثافات قدام جامعه عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو اخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ ان هناك في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر.
لو مشينا على كوبري اكتوبر هنلاقي ايضا ان في كثافات بتقل بعد نزله غمره وفي اتجاه مدينه نصر ومحور النصر. اما الاتجاه الثاني فبرضه في كثافات ولكنها اقل شويه، بتزيد اعلى غمره وشارع بورسعيد. وهنروح دلوقتي للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية، ولكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه لكوبري أكتوبر ففي سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان هو ده اللي فيه كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية وفي ايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. تعالوا نروح دلوقتي لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش اطلاقا على حركة سير السيارات. اما المتجه لشارع بورسعيد ففي سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد، وهنلاقي كمان في سيوله مروريه كبيره خاصه على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه. نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها طبعا من محطة قطار سوهاج، هنلاقي ان الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو روحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي ان في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج وفي كثافات مرورية غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبتكون خفيفة في مناطق من جنوب الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28، وأقل درجة حرارة هي في كاترين 16 درجة. طبعا هنتابع الطقس مع حضراتكم بالتفصيل بس بعد شوية. كعادتنا دايما بنبدأ مع حضراتكم بتذكرة لأهم الأنباء والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع أمس تابع فيه الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. وطلع سيادته على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني، ودي أول منصة متكاملة بتربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة. رئيس الوزراء قال كمان ان مدينة اكتوبر الجديدة هيكون فيها تنمية شاملة من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. كمان اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص اللي بيعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وبيحتوي على مختلف الخدمات اللي بيقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني أو الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار ينص على اعتبار 7 سلع هي زيت الخليط والفول والرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، واللي بتحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وده لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. ونص القرار على إلزام حائز السلع 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية
بنوعية وكميات ما قد يكون مخزناً لديهم من هذه السلعة، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد اللي بيصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. امبارح سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، وأكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقاومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات. شهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات اللي بتواجه المجتمع والدور اللي بتقوم به الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مما يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي لدى الشباب الجامعي. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة دمياط تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر. في البحر الأحمر مطار الغردقة استقبل 122 رحلة طيران بتقل آلاف السائحين للاحتفال برأس السنة في مصر. كمان في الشرقية تم الكشف الطبي على 2413 مريض في قافلة مجانية بالعاشر من رمضان. أما في شمال سيناء فتم افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في العريش. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أعلنت مدينة رأس البر تنفيذ عدة مشروعات في إطار خطة تطوير المدينة بما يتناسب مع خصوصيتها كمدينة ساحلية وسياحية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى الساحلي ومجمع المطاعم واللي بيمثل منتزه ومتنفس جديد بالمدينة. في البحر الأحمر كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي عن استقبال 122 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بتقل حوالي 24 ألف سائح من جنسيات أجنبية للاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، وده وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 2413 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة، وده من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين. في سوهاج بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة لخلق متنفس للأهالي وتوفير مظهر حضاري لائق، وده في إطار الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين. في المنيا شهدت المحافظة افتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال بتكلفة مالية قدرها 70 مليون جنيه لتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى. في الأقصر شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحقيق أعلى معدلات تحليق في تاريخ إنشاء البالون بتحليق 76 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 2100 سائح من حول العالم وسط أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي قبل ليلة رأس السنة الجديدة 2024. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش وعودة العمل في محكمة شمال سيناء لاستكمال المنظومة القضائية في شمال سيناء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في قنا أعلنت مديرية الصحة إن القافلة الطبية المكبرة اللي أقيمت بقرية العليقات بمركز قوس نجحت على مدار اليومين السابقين في توقيع الكشف الطبي على 1053 مواطن وتوفير العلاج بالمجان. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لقراءة التعليقات وإجابات حضراتكم على سؤال الحلقة. السؤال مرة تانية، إيه أمنياتكم لسنة 2024؟ نبدأ مع الأستاذ إبراهيم شعبان، صبح علينا وبيقول نبدأ السنة الجديدة أولاً بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ثانياً أتمنى من الله سبحانه وتعالى الستر والصحة والسعادة وراحة البال، اللهم أمين، وأن يكون هذا العام خير وبركة وسلام على المسلمين جميعاً وللعالم أجمع،
ونصرة لأهالينا في غزة على الكيان الصهيوني. اللهم امين. زين بي بيقول بصبح على شاذلي وجمانة، كل سنه والشعب المصري طيب، ربنا يرزقنا الصحه والبنون والحمد لله على كل حال. دكتور كوكب احمد رضوان بيقول اتمنى من الله الصحه والستر والبركه في العمر ورزق لي ولكل احبابي واهل بلدي والنصر للقدس. حريه توفيق بتقول صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين، اتمنى من الله سبحانه وتعالى الستر والصحه ويحافظ ربنا على اولادي واحفادي ويطمن قلبي عليهم وتكون سنة كلها سعادة وراحة بال ويعم السلام في العالم كله. اللهم أمين يا رب. في محمد عناني بيقول كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانت طيب، وأن تعم الإنسانية العالم كله. عماد عبد الوهاب بصبح عليكم صباح السعادة عليكم، أمنياتي في العام الجديد أننا كلنا نحب بعض ونساعد بعض ونحس ببعض. والله ما في أحلى وأحسن من أننا كلنا نحب بعض، وكل سنة حضراتكم طيبين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في علي الجمل بيقول الحج إلى بيت الله الحرام، بنكتبها لك يا رب يا أستاذ علي. عزيزة بتقول أن تنتهي الحرب في غزة وتتحرر فلسطين كلها يا رب. في الأستاذ أدري عبد الستار بيقول أتمنى أننا نرحم بعض. الأستاذ يحيى أبو ليلى حسين بيقول بصبح عليكم من إسكندرية، كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة علينا وعليكم، أمنياتي أن أكون في حالي ما أعملش مشاكل وأصلي وأحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ الناس المرضى يا رب. اللهم أمين. في محمد أبو روكا بيقول أن يحل السلام والهدوء في العالم وأشوف ولادي في أحسن حال وربنا يشفي كل مريض ويحفظ مصرنا الحبيبة. اللهم أمين. بيتر بيقول صباح الخير، أتمنى يكون تنتهي الحرب في فلسطين والنادي الأهلي يفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وكاس مصر. في كمان نرمين هاشم بتصبح علينا وبتقول كل سنة وأنتم جميعا طيبين وبخير، كل سنة وأنت طيبة يا نرمين، تقول سنة جديدة وسعيدة عليكم وعلينا وعلى الكل. ثانيا وحشني جدا سؤال صباح الخير يا مصر، نجينا لك اهو يا نرمين في اخر يوم في 23 وان شاء الله تبدأي كده سنة 2024 وانت سعيدة. وبتقول كمان نفسي في حاجات كتير قوي، ان انا اخلص الامتحانات بتاعتي على خير واجيب تقدير فيها ان شاء الله، وان السنة دي تكون خير، وان كل دعوة انا دعيتها تستجاب فيها، حاجات كتير قوي بتمناها ان هي تتحقق. كمان ممكن تدعولي كتير قوي عشان الامتحانات لان حرفيا الواحد خايف جدا. تصبح علينا مرة تانية، ربنا يحقق لك كل نفسك فيه نرمين. ربنا يكتب لكم كلكم كل اللي نفسكم فيه ويحقق كل أمانيكم يا رب. لسه طبعا في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة، أمنياتكم إيه للعام الجديد؟ لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. نصبح على حضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم آخر حلقة من حلقات 2023. دلوقتي هناخد جولة مفصلة عن أحوال الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد لمناطق من جنوب الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. آخر يوم في أيام السنة، ويمكن لاحظنا أن في شبورة كانت شوية كثيفة وإحنا جايين هنا النهاردة الصبح، فهل الشبورة لازالت مستمرة وإيه المناطق اللي فيها شبورة؟ طبعا الأول كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضرتك طيبة على الجميع إن شاء الله. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه. يمكن دايما الظاهره الجويه اللي بنشوفها في حالات استقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. صحيح. شبوره مائيه كثيفه وصلت لحد الضباب في بعض الاماكن، يعني الرؤيه انخفضت في بعض الاماكن وصلت ل 1000 متر ويمكن كمان اقل من 1000 متر. الشبوره المائيه الكثيفه مع تفاعلها دايما بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر الكثافه بشكل كبير بتوضح في الوقت ده وبتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني هي مكملة معانا كمان ساعة أو اثنين على الطريق، وتدريجيا مع سطوع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن، وهيكون معانا خلال فترة النهار زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، فده هيخلي إن احنا نحس بالطقس الشتوي الدافي المعتدل تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. طقس مائل للحرارة
حرارة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. نرجع تاني فورا غياب أشعة الشمس ودخلنا فترات الليل، بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده محسوس أكتر في ساعات الليل المتأخر، يعني احنا بنحس بالبرودة الشديدة أو البرودة بشكل كبير في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى وتكون ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية. وطبعا أنا لو في مدن جديدة أو أماكن مفتوحة هحس بقيم درجات حرارة كمان أقل وأحس بالبرودة أكتر. يمكن كمان محافظات ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي شمال الصعيد ووسط سيناء درجات الحراره فيها بتنخفض لاقل من 10 درجات، فلازم ناخد بالنا من انخفاض قيم درجات الحراره خلال فتره الليل. فرص الامطار اليوم موجوده بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن الساعات الماضيه ايضا كان في سقوط امطار على بعض الاماكن من محافظه الاسكندريه ومحافظه البحيره، ولان اليوم متوقع امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، يعني خفيفه في اوقات او متوسطه في بعض الاوقات الاخرى على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، تمتد بصوره خفيفه او بفرص اضعف للمناطق الداخليه لجنوب الوجه البحري. فمتوقع ان ممكن بعض المناطق من جنوب الوجه البحري زي المنوفيه او الغربيه او الشرقيه تمتد لها فرص الامطار الخفيفه، لكن الامطار في الاماكن الداخليه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بصفه عامه الحمد لله في المحافظات الداخليه الاحوال الجويه فيها مستقره بشكل كبير، ده متوقع انه هيستمر معانا على مدار الاسبوع، يعني على مدار الاسبوع ان شاء الله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في الاماكن الداخليه. الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة اللي ممكن أحيانا توصل لحد الضباب، والأمطار موجودة بصورة أكبر على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. فعشان كده بننصح كل السادة المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس، مش عاوزين نخدع بالدفء والشمس فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لأن بالليل فيها برودة بشكل كبير فلازم نرتدي الملابس الشتوية الثقيلة خاصة لو هنخرج فترة الليل أو فترات الصباح الباكر. قائدي المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية لازم القيادة بهدوء تام وحذر شديد، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتبع كافة تعليمات المرور، وإن شاء الله دايما السلامة للجميع. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، طبعا كل سنة وحضرتك طيبة. احنا زي ما احنا شايفين شبورة كثيفة دلوقتي على الطرق، فياريت القيادة بحذر وربنا يسلم الجميع. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 والعاصمة الإدارية 21-13، الإسكندرية 20-14 والعلمين الجديدة 20-13، مطروح 20-12 ودمياط 21-14، بورسعيد 21-15 والإسماعيلية 23-13، في السويس 22-14 وفي العريش 22-14 أيضا، في كاترين 16-5 وفي طابة 21-15، حلايب 26-19 وشلاتين 28-19، شرم الشيخ 24-18 والغردقة 25-16، الفيوم 22-12 وبني سويف 22-11، في الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 11 وفي أسيوط 22-11، سوهاج 23-12 وإنا 24-13، الأقصر 25-12 وأسوان 26-13. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا مشاهدينا، خلينا نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبي في عادة سنوية للبابا، ويأتي ذلك في وقت بتستعد فيه الكنائس للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسمس في الكنائس المسيحية المختلفة، ومن أبرز مظاهرها التزيين ووضع شجرة الكريسمس بشكلها المعتاد في الكنيسة تكسوها الزينة بألوانها الزاهية. النهاردة هتواصل وزارة الثقافة فعاليتها بمناسبة العام الجديد 2024 اللي بتستقبله دار الأوبرا المصرية بحفلين بيتم إقامتهم في الثامنة مساءً،
على المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي مورو، كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وبتأتي ضمن سلسلة كلثوميات يقودها المايسترو صلاح غباشي، وبتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة، هيلتقي أرسنال مع فولهام في تمام الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي توتنهام مع بورنموث. زي ما احنا متعودين في صباح الخير يا مصر، موعدين حضراتكم يكون عندنا دايما بشكل مستمر قصص عن التحدي، عن الإصرار. قصتنا النهاردة بتقول إنه اللي عايز يعمل حاجة هيعملها حتى لو عدى عليها وقت كتير. معانا حكاية، وهي حكاية الحاجة زينب فتحي. الحاجة زينب خدت شهادة محو الأمية وهي عندها 72 سنة. هي من بني سويف، كانت سابت التعليم في سن صغير لظروف صحية هنعرفها دلوقتي من التقرير ده، لكن كان عندها حلم كبير جدا إنها تكمل تعليمها، وقدرت إنها تحقق هذا الحلم وهي جدة لأكثر من 20 من الأبناء والأحفاد. خلينا نشوف قصة الحاجة زينب ونرجع نكمل كلامنا عن هذه القصة. قصة تحدي خاضتها سيدة نجحت في محو أميتها في عمر 72 عاماً بعد أن أصرت على الحصول على شهادة محو الأمية والتعلم رغم معاناتها من مرض القلب. الحاجة زينب فتحي قصة مليئة بالإرادة بعد أن تركت التعليم في سن مبكرة لظروف صحية خاصة بها، إلا أنها عادت إليه بعد أن تخطت 70 من عمرها لتحقيق حلم استمر عشرات السنوات من أجل تحصيل العلم حتى حققته وهي أم وجدة لأكثر من 20 من الأبناء والأحفاد. الحاجة زينب أصابها مرض في القلب في سن الطفولة ولم تستطع استكمال تعليمها في المرحلة الابتدائية بسبب عدم انتظامها في المدرسة، وتزوجت في سن 16 من مهندس زراعي وأنجبت 5 من الأبناء، 3 ذكور و2 من الإناث، وقررت أن تستثمر فيهم وأن يكون هدفها الأول هو تعليمهم تعليماً جيداً. بوادر تحقيق الحلم جاءت بعد اهتمام الدولة بملف محو الأمية وتدشين فصول محو الأمية في مختلف المراكز والقرى، حتى التحقت ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وانضمت لها وبدأت في المذاكرة وواجهت بعض الصعوبات حتى حصلت على شهادة محو الأمية على الرغم من بلوغها سن 72 عاماً. معنا دلوقتي على التليفون الحاجة زينب فتحي نتعرف منها على رحلتها وإزاي قدرت إنها تحقق حلمها في التعليم. صباح الخير عليك يا حاجة زينب، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي قلب. اهلا بيكي معانا. قولي لنا بقى، يعني اولا احنا فخورين بيكي جدا ان انت ما نسيتيش حلمك وان انت تحديتي كل الظروف وقدرتي ان انت تحققي حلمك وتقدري ان انت تقري وتكتبي. احكي لنا عن بدايه تفكيرك بقى في التعليم، ايه السبب اللي يمكن عطلك عن ان انت تحققي حلمك ده في وقت قبل كده بشويه؟ ازاي قدرتي تحققيه؟ والله انا كنت وانا صغيره كنت في المدرسه، وبعدين بصيت لقيت بقى قلبي وجعني، بابا بقى ياخدني يوديني للدكتور يقول له عندها القلب، فما قدرتش اجمع بين التعليم وبين المرض. وبعدين حاولت تاني بعد ما اتجوزت وخلفت وبقى معايا احفادي، حاولت تاني ان انا ارجع للتعليم لانه كان حلم حياتي. فحاولت ان انا ارجع للتعليم تاني ولقيت فصل فتح جنبينا ومراتبني هناك بتذاكر للناس هناك، فتعلمت معاهم وكملت ورحت امتحان والحمد لله نجحت وخدت الشهاده. ربنا يديك الصحة يا حاجة زينب. حاجة زينب دايما الناس المحيطين بالشخص هم اللي بيساعدوه، فالأسرة بقى ساعدتك ازاي؟ ولما انت قلت لهم بقى انت عايزه تكملي تعليمك وتروحي فصول محو الأمية، ايه رد فعلهم؟ يعني قالوا لك تكملي ولا قالوا لك ملوش لازمة بقى؟ لا كانوا مرحبين خالص. طيب الحمد لله. ومراتبني الأستاذة أنوار قالت لي يا ماما أنا خليك زي الفل ما يهمكيش وذاكرت لي والحمد لله خدت الشهاده. وحد من الاحفاد ساعدك؟ ايوه في بقوم يجوا برضه يكتبوا لي ويعلموني. ربنا يفرحك بيهم يا حاجه زينب. يا رب يخليك. يعني
قولي لي طيب حاجه زينه، انت وانت بتتكلمي معايا دلوقتي قلتي لي انه كان حلم حياتك من زمان ان انت تكملي تعليمك، مع ان ممكن حد تاني يقول انه خلاص انا اتجوزت وخلفت بقى احقق حلمي في ولادي، ليه كنت مصره ان انت تكملي تعليمك؟ علشان اقرا الروجيتا بتاع العلاج، اشوف العلاج ده مناسب ليا ولا لا، اقرا النشره بتاع التلفزيون الصامته اللي ما فيهاش كلام، اقرا الحاجات دي، اقرا العناوين بتاع الشوارع الكليات المدارس. يعني انت كنت حابه ان انت اللي تقري، محدش يديكي المعلومه جاهزه، انت كنت حابه ان انت تثقفي نفسك وتاخدي معلوماتك انت بنفسك. ايوه صح. بتتابعيني يا حاجه زينه في صباح الخير يا مصر ولا لا؟ ايوه والله كل يوم. ايوه. طيب انت اتكلمتي عن مرات ابنك ان هي كانت بتساعدك، كلمينا بقى اكتر كمان عن الاحفاد، مين اللي كان بيساعد، مين اكتر حد فيهم كان بيساعدك وكان بيساعدك ازاي؟ سلام اللي في الكليه كان بيجي يشقر عليا وازيك يا تيتا وعامله ايه ويوريني ازاي اكتب، والحمد لله انتصرت على الجهل. طيب قولي لنا يا حاجه زينب بقى، خدتي كام يوم عشان تقدري ان انت تقري وتكتبي كويس؟ خدتي قد ايه مثلا من الفصول اللي تبع مبادره لا اميه مع التكافل؟ احكي لنا بقى عن الرحله دي. خدت سنتين. سنتين قعدت سنتين اروح معاهم واقعد واستمع واكتب واروح امتحن ويجوا يعملوا لنا امتحان وشجعونا يعني والله شجعونا. طيب الفصل اللي كنت فيه حاجه زينب بقى كان فيه كام حد؟ كان فيه 10 كده. سنهم قد ايه؟ ال 25 وال 30 وال 40 وال 50 وفي واحده عندها 65. ما شاء الله. طب حاجه زينب قولي لنا بعد بقى ما اتعلمتي دلوقتي القرايه والكتابه ما شاء الله، ناويه ايه طموحك بقى؟ حابه تعملي ايه تاني؟ ما هو لو في عمر كنت ذاكرت. ربنا يديك الصحه يا رب. انما انا خلاص انوي بس انت يا حاجه زينب، وان شاء الله ربنا هيكتب لك اللي انت هتتمنيه. بس نفسك تعملي ايه تاني؟ نفسي اعمل عمره او احج وخلاص بقى الحمد لله. ربنا يكتبها لك يا رب يا رب. طب وليه حاجه زينب، تعليقات الناس اللي حواليكي لما يعني قررتي ان انت تروحي تاني في فصول محو الاميه وان انت تكملي تعليمك، وكمان تعليقاتهم بقى بعد ما خدتي الشهاده وخلاص بقيتي بتعرفي تقري وتكتبي؟ هما طبعا فرحانين بيا عشان انا وصلت للسن ده وعملت الانجاز ده، وبقول لكل واحد وكل واحد ما يهمكمش لا سن ولا بتكتفوا من حاجه، ده العلم نور طبعا، روحوا وتعلم وربنا معاك. ده انت كمان يا حاجه زينب مش بتدي رسائل بس للناس اللي هم كبار في السن، ده كمان رسائل مهمه جدا للشباب الصغير، انه اي حد عنده حلم، اي حد نفسه يحقق حاجه، ما يقولش بقى ده انا خلاص عديت مرحله العشرينات، ده انا عديت مرحله الثلاثينات فمش هينفع، لا لازم يكون عنده اصرار، طالما عايز يعمل حاجه واصر عليها هيحققها، يعني هيحققها. ايوه طبعا. طب انت قولي لنا يا حاجه زينب، احنا خلاص يعني اهو اخر ساعات في 2023 وداخلين على السنه الجديده باذن الله، ايه امنياتك للسنه الجديده؟ نفسك تعملي ايه غير ان شاء الله ربنا يكتب لك حجه او عمر؟ يا رب. نفسي مرات ابني تتوظف تتثبت. وايه تاني نفسك؟ ايه تاني تتثبت علشان خاطر هي جهدت معايا كتير. ربنا يكافئها، ربنا يكافئها على تعبها. لكن انت بقى نفسك في ايه ليك انت غير الحجه او العمر؟ نفسي اعيش حياه طيبه كويس وقلبي يخف عن اللي هو فيه ده. يا رب ربنا يشفيك ويعافيك ويديك الصحه وطولة العمر يا رب، وتحققي كل اللي نفسك فيه. شكرا جزيلا الحاجه زينب فتحي طبعا اللي خدت شهاده محو الاميه وهي عندها 72 سنه. طبعا احنا عندنا جانبين لازم نبص ليهم، لازم نبص للي عملته الدوله خلال الفتره دي، ان هي حريصه على ان يكون كل شعب مصر على قدر حتى ولو كان بسيط من الوعي، لازم يكون عنده وعي ولازم يكون بيعرف
يقرا ويكتب. وفصول محو الاميه اعتقد ان هي منتشره في كل المحافظات، واحنا بشكل مستمر بيكون عندنا نماذج وحالات كتيره جدا زي الحاجه زينب وغيرها كمان من الحالات في نفس السن او اكتر كمان، ساعات بنشوف في ناس كمان حققت انجازات في عمر كبير. فده جانب. الجانب الاخر رساله مهمه جدا من الحاجه زينب، بتقول فعلا انه مهما عدى عليك، مهما كانت ظروفك، طالما انت نفسك تحقق حاجه وحطيت قدامك الهدف بتاعك يا جمانة وفي خطه هتحقق، يعني هتحقق. طبعا دي يعني دي الحقيقه، يمكن طول الوقت بنشوف انه الشخص اللي عنده هدف ايا كان سنه، ايا كان عمره، ايا كانت ظروفه، بيقدر يحقق الهدف ده. بس لازم يكون في هدف، لازم يكون في حلم بيسعى وراه. وزي ما كان شاذلي بيتكلم مع حضراتكم فكره فصول محو الاميه، الحقيقه ان فصول محو الاميه هي موجوده من زمان، لكن كانت بتبقى موجوده بشكل مختلف تماما عن اللي موجود دلوقتي. واحنا بنسمع مكالمه الحاجه زينب وهي بتتكلم عن الفصل اللي كان موجود كان فيه 10 افراد فقط. كان زمان لما بنتابع شكل فصول محو الاميه كانت بتبقى اعداد كبيره جدا، وكان حتى الشخص اللي بيدرس للاشخاص اللي موجوده كان يعني ما بيبقاش طبعا قادر يركز، ما هو في الاخر بني ادم برده اكيد مش قادر يركز مع كم العدد ده. لكن في هذه المبادره اللي هي اميه مع التكافل، ده يؤكد حرص الدوله على الاستثمار في البشر، الاستثمار في المواطن المصري تحت اي ظرف وايا كان سنه. ودي حاجه الحقيقه يعني تقدر جدا وتحترم بشكل كبير جدا. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، ونروح للعاصمه الاداريه الجديده تحديدا، وانطلقت فيها فعاليات النسخه الثامنه من ماراثون زايد الخيري، وشارك فيه حوالي 31 ألف من النشء والشباب والمواطنين، من بينهم كمان عدد من ذوي الهم. النسخة الثامنة السنة دي، احنا كل سنة بيكون في محافظة النسخة الثامنة، يعني أحدث حاجة موجودة في مستقبل مصر، العاصمة الجديدة. الماراثون برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد. الماراثون تخطى 20,000 مشارك. الشبورة يمكن خلتنا نأجل علشان الطرق، في يمكن عدد تاني ما قدرش يجي، احنا ما نقدرش نأجل أكتر من عشان المتسابقين والتدافعات، لكن احنا يعني أجلنا العشرة، لكن العدد المسجل أكتر من 30,000. بنشوف الأسرة كلها موجودة، الأب، الإبن، الجد. السنة دي لأول مرة قصار القامة، يعني الأقزام، لكن احنا بنقول قصار القامة، قادرين باختلاف. أنا أشكركم الشكر من شعب الإمارات، ونشكر الشعب المصري، وإحنا شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، مع معالي الوزير، والتطوير اللي كل سنة يتطور هذا هو الفضل لله والفضل لمعالي الوزير، أن إحنا كل سنة نروح في محافظة جديدة. وأنا سعيد أن سجلنا فوق 30,000 متسابق اليوم، وكل الشكر للشعب المصري ولكم. احنا بشرفنا النهارده ان احنا بنشارك في ماراثون زايد، وده بيحقق مفهوم الرياضه، وازاي الرياضه مهمه جدا، وفي ازاي الرياضه بتشتغل في دعم المجتمع المدني. مهرجان اللي احنا شايفينه النهارده هو مهرجان تشاركي بين الحكومه والمجتمع المدني والقطاع الخاص. بنرحب بضيوفنا في الامارات اللي هم عاملين دعم كبير جدا للماراثون، ماراثون الشيخ زايد دايما، واسم الشيخ زايد دايما مذكور في مصر بالخير، ومصر الخير دايما في ظهر وزاره الشباب. فكره سباق زايد ان هو بيبقى سباق خيري، فالناس بتجري، بس في نفس الوقت كل سنه بيبقى في هدف خيري. التذاكر اللي هم بيدفعوها عشان الاشتراك كلها بتروح تبرع للشركاء الخيريين. فاحنا السنه دي النسخه الثامنه دي لصالح مؤسسه مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكوميه. يعني هو الماراثون ده نسخته الثامنه ان شاء الله من العاصمه الاداريه، يعني المفروض هيبدا سباق الساعه 9 يعني ان شاء الله بالظبط. عندنا 10 كيلو وفي 5 كيلو وفي سباق لذوي الهمم. السباق يعني كنا عامه بنعمله كل سنه، بنعمله في محافظات، رحنا السويس، رحنا اسكندريه، فقلنا السنه دي يعني لازم يتعمل في العاصمه الاداريه، يعني بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه ومؤسسه زايد الخيريه. صراحه تجربه جميله، والتنظيمات هنا والمباني وكل حاجه جميله ومتنظمه وتصميمات عاليه
وشايف المستقبل وشايف اماكن جميله. شجعني انه انا اشارك لانه اولا باسم شيخنا ابونا زايد، ولانه سباق للخير وللناس المحتاجه، فسعيده جدا ان انا بشارك في سباق زايد للخير. المشاركه دي شجعتني بحاجات كتير جدا، نشر روح التعاون، المنافسه، الحاجات الايجابيه كلها، طبعا برضو حاجه للترفيه عن النفس وكده. طبعا في عاصمه اداريه مكان حلو جدا، لازم نيجي ماراثون زي ده عشان نوري للناس كلها اللي احنا قادرين ان احنا نشارك في اي ماراثون، حتى على مثلا مع الاسويه او مع الناس اللي زينا احنا برضو. فاحنا الحمد لله قادرين نشارك في اي برضك اي ماراثون زي كده الحمد لله، ممكن نجري 10 و20 كيلو برضو. اول مره اشارك المره دي، بس انا سمعت عليه السنه اللي فاتت وكان نفسي اشارك، بس كان في ظروف وكده، كان في اسكندريه وكان الجو صعب. والمره دي طبعا قلت ايه لازم اشارك، يعني الواحد حاسس بفرحه وتغيير ومشاركه مجتمعيه طبعا، فحاجه جديده يعني كويس. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي، شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية. كما أكد الرئيس السيسي على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه. تناول الاجتماع جهود تعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلا عن أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وتطورات برنامج نوفي. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تسليمه عددا من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة أن الحكومة حددت مجموعة تشمل 7 سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها، محذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو إخفاء هذه السلع. كما أكد مدبولي أن الدولة ستعمل على متابعة موقف تنفيذ قراراتها على الأرض بصورة أسبوعية. هذا وأعلن مدبولي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لاستقبال بيانات الإنتاج الخاصة بالسلع لمتابعة موقف توافرها ولضمان عدم حدوث أزمات في مجموعة السلع الاستراتيجية المحددة. استشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر قصف طائرات ومدفعيات الاحتلال للمنازل وسط قطاع غزة ورفح جنوبا. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن سكان قطاع غزة يعانون مجاعة كارثية. وفي تدوينة على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس، قال مدير شؤون أونروا بغزة توماس وايت إن 40% من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة، لافتا لوجود حالة ملحة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان بما في ذلك شمال غزة.
أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024. وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه الخطوة تعد إحدى أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة القوات المعادية. وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر الماضي، وبثت صوراً للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية. تعهدت موسكو بالرد على الهجوم على بلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا والذي أسفر عن مقتل 21 شخصا. واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بلغورود أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح، وأكدت أنه لن يمر بدون عقاب على حد وصفها. ويأتي هذا الهجوم غدا ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بحسب السلطات الأوكرانية. أعلنت أوكرانيا أنها صدرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس، أصبح مهما لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف. وقال وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات، وأعرب عن امتنانه للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية. من يومين تم تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الذهبي لذوي الهمم، واللي بتعتبر واحدة من أهم المسابقات اللي بتجسد استراتيجية الدولة للاهتمام ورعاية ودعم الموهوبين من أبنائنا من ذوي الهمم. الحقيقة المفاجأة كانت في تقدم أكثر من 1000 متسابق، وكان الناتج عشرات الأعمال الفنية المتميزة، والكشف كمان عن أصوات مبدعة منورنا منهم النهاردة من هذه الأصوات الفنان علي فرج، ده الفائز بالمركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي للغناء من ذوي الهمم. يا أستاذ علي صباح الفل. صباح النور على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. الحمد لله. أنا عايز أقول لكم إحنا بنعمل بروفة دلوقتي مع علي، هتتبسطوا النهاردة من صوته ما شاء الله، يعني مبدع. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. يا أهلا بيك. عايزين حضرتك تعرفنا دلوقتي وتعرف السادة المشاهدين عن رحلتك مع الغنى بدأت إزاي؟ والله أنا رحلتي بدأت مع الغنى صدفة، كان عندي 6 سنين وكنا زي أي بيت مصري كنا بنشغل القنوات اللي هي كانت بتعرض الأغاني وكنا قاعدين كده أنا وإخواتي وبابايا ووالدتي الله يرحمها، ففي أغنية شدتني وهي كانت أغنية سعد صغير أول ما طلع، يعني أغنية اللي هي ما تفرحوش فيا كده، فشدتني جداً. كنا دايما بنشغل القناة والأغنية كانت لسه يعني جديدة فكانت بتتعرض كتير، فيعني الأغنية حفظتها. كان عندك كم سنة ساعتها؟ 6 سنين. فقلت لهم اتفاجئوا ان انا يعني بغني، بدأت تدندن بقى كده وهم سمعوا. بقيت ادندن وبقيت كمان يعني المراحل تتطور. ام كلثوم دخلت يعني غنيت ليها وحاجات يعني حاجات في سني يعني صعبة شوية. لسه فاكر برضاك بعيد عنك. برضاك يعني مش صعبة شوية، ده صعبة كتير. من خلالها والدي أصلا شغال فنان تشكيلي في هيئة قصور الثقافة، كان بيبقى في ندوات وحفلات كان دايما بيدعمني وكان بينمي موهبتي، وكان في دايما بيجي عندنا في القصر الثقافي الاستاذ حسن الموجي ابن عم محمد الموجي، و يعني رحت له وتعرضت عليه وقال لي انت يعني ان شاء الله هيبقى لك مستقبل والحمد لله يعني صدقني. طيب قلنا علي بقى، يعني انا مش هسالك، انا احنا عايزين نسمع الساده المشاهدين موهبتك ونطربهم كده على الصبح، هتسمعنا ايه دلوقتي؟
ممكن نسمع. وجابه لنفسه على فكره لما قالك برضاك يا خالي، ممكن هو نسمع برضاك. هو قال حاجات كتير قوي صعبه. ممكن نسمع برضاك. يلا برضاك يا خالدي لا رغبتي ورضاي، برضاك يا خالدي لا رغبتي خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي برضا ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت مقصدي ومناي لما ألاقيك، لما ألاقيك، لما ألاقيك، لما أناجيك ولما تستمع شكواي. الله إيه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ صعبتها اللي جايه اهي، لازم يكون في نفس المستوى، خد بالك. انت فكره زودت التحدي بقى. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي يا علي بقى، لما انت ابتديت تروح اصول الثقافه وابتديت ترمي موهبتك وانت صغير، ايه اللي كنت وقتها محتاجه عشان تقدر تثقل هذه الموهبه؟ يعني ما شاء الله احنا سمعنا حقيقه موهبه، يعني خليني اقول لك انا اتفاجئت بصراحه. شكرا جدا. بس عايز اعرف انت ايه بقى، رحلتك كانت عامله ازاي؟ شكلها كان ايه؟ والله رحلتي كانت عاملة زي ما أنا قلت لحضراتكم كده، من خلالها يعني طبعا انشغلت بالدراسة، قعدت فترة كبيرة طبعا يعني بالدراسة من ابتدائي وإعدادي ولما دخلت ثانوية عامة طبعا. رحلتي الفعلية ابتدت من الجامعة. يعني أنا ومن وأنا صغير كان الفترة دي هواية بس، ما كانتش يعني بنميها، ما كانتش حاجة أساسية زي دلوقتي. لما دخلت الجامعة كنت داخل المحاضرة بتاعت صدفة، لقيت في نفس المدرج اللي أنا باخد فيه المحاضرة صوت مزيكا وناس بتغني، ووالدي كان معايا ساعتها. الفترة دي كنت أنا يعني بمر بفترة صعبة، وكنت يعني ما كنتش هغني تاني، وخلاص قررت ان انا يعني الغنى ده انساه وخلاص يعني. فبالصدفه زي ما بقول لحضراتكم كده، لقيت الموسيقى شغاله، والدي قال لي تخش، قلت له لا مش عايز ادخل، مش هغني تاني خالص خلاص. قال لي لا هتخش، وهو اصر ان انا اخش. وفعلا لما دخلت سمعوا صوتي طبعا،
اتفاجئوا وابتديت الرحلة من هنا اللي أنا بقيت عضو في كورال كلية الآداب جامعة القاهرة. لا الاحتراف بقى، أنا عايز بقى الاحتراف. احنا اتكلمنا كهواية وازاي كنا بنسمع وازاي كنا بندندن، مراحل الاحتراف عشان توصل للصوت ده والتمكن والتحكم ده ازاي وصلت له؟ والله من عند ربنا يعني. ما كانش في دراسه؟ ما لا مش دراسه خالص، يعني كل دي موهبه سمعيه موهبة فقط. موهبه سمعيه فقط. ويمكن الندوات اللي كنت بتحضرها والفعاليات اللي كنت بتحضرها بالظبط. انا كنت بسمع كتير وكنت بسمع الوان مختلفه يعني مش قديم بس، يعني مثلا كنت ساعات بسمع شيرين، احمد سعد، مدحت صالح، بهاء سلطان، كل الالوان يعني، كل الالوان على كل الالوان، كل الالوان. فمن خلالها ان انا ابتدى صوتي بالالوان المختلفه اللي انا كنت بسمعها صوتي ابتدى يبقى قوي شويه. طيب احنا عشان نوصل هنتكلم طبعا عن المسابقه وتفاصيل المسابقه لحد ما فزت بالمركز الاول، لكن نسمع حاجه. اوكي احنا كنا قبل الهوا كان بيقول برضو بيحب النور مكانه في القلوب. نسمع النور مكانه في القلوب. يلا. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياه عش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يتكون قد الحياة يتعش وحيد وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر، وعاك ما تحلمش يا جسدك في قلب الروح، تداوي كل جروح بالسر وتبوح، وياك ما تحلمش في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب، في ناس تشوف بضمير ضرير، وناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب، حل مرار ليام لسه الحياة قدام، تضحكش جسدك في قلب الروح، تداوي كل جروح بالسر وتبوح، وياك ما تحلمش رسالة لينا كلنا في السنة الجديدة بقى. طب قلنا يا علي ازاي عرفت بقى بالمسابقة وازاي تقدمت ليها؟ والله من خلال الأستاذة هادية صابر، هي اللي يعني أنشئت مسابقة المواهب الذهبية من خلالها، من خلال جمعية البلد اليوم برضو.
الاشتراك بقى في المسابقه كان عامل ازاي؟ التحديات، المتسابقين؟ والله يعني تحدي مختلف خالص يعني وتحدي جميل. دي كانت اول مسابقه تدخلها؟ انا اول مسابقه ادخل الموسم دوت. تمام. هو الموسم السادس ودي اول مره ليا يعني. كم متسابق كان موجودين معاك؟ لا كانوا كتير يعني يعني كعدد معين ما اعرفش بس عدد هو كان كبير. طب كتير. التحدي كان عامل ازاي بقى؟ لا تحدي كويس جدا وكانوا اصوات جميله جدا طبعا، وكان كمان مش غنى بس، ده كان استعراض وعزف ويعني مواهب مختلفه. بيختاروا هم الاغاني اللي انتوا تغنوها ولا كل واحد بيبقى مجهز حاجه؟ لا بيختاروا الاغاني اللي كمان. طيب ما نختار احنا ولا تختار انت؟ هم هناك كانوا بيختاروا. انت شوف بقى. لا سيبيه هو يختار المره دي. تختار بقى المره دي. ماشي ممكن نقول عيون القلب. يلا ماشي يلا. عيون القلب سهرانة ما بتنامش لنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي يبات الليل يبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. الله عليك. شكرا. الله عليك. طيب بما اننا بقى داخلين على سنه جديده، ايه امنياتك للسنه الجديده؟ والله امنياتي للسنة الجديدة تبقى سنة أفضل وأحسن من اللي قبليها، ودايما أنا ببقى يعني طموحي يعني بتبقى أفضل من نفسك تحقق إيه طيب؟ أنا نفسي يعني أكون أول مطرب يعني أعاقة حركية إن شاء الله يعني. طب علي قولي مين المطربين أو المطربات اللي أنت بتحبهم؟ أنت قلت لي بتحب تسمع كل الألوان. مين المفضل يعني؟ هو طبعا بالنسبه للقديم ما فيش خلاف عن ام كلثوم. طب في نجاة، ورده، عبد الوهاب، الجديد مدحت صالح طبعا، بهاء سلطان، احمد سعد، اصاله، شيرين. بص انا هتلاقيني سؤالي في الاول عارف بحاول كده ايه افتح معاك الكلام. مش سهل. بالظبط. اصعب من اللجنه. سمعنا ايه بقى؟ يعني نسمع حاجة جديدة بقى ممكن. يلا. لو حسيت ان احنا عارف تقلنا عليك بس قولي. لا 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 عادي. يلا. وانا ممكن اسمعكم حاجة مختلفة خالص، انا ملحن اغنية. طيب يلا بينا. بس هي الاغنية دي مش كلمات يعني، انا الكلمات قريتها من النت ولحنتها يعني. مفيش مشكلة، نسمع حاجة جديدة. اوكي. سيبها كده متعلقة لا كلام نافع ولا لغة، سيبها كده سيبها كده
سباك دمي تعلق على كلام نافع ولا لواء بداري ليه بداري ليه شو إجباه وشو الرسول في كل كلمة أنا قلتها بتكدبيني ما بين الناس بتكدبيني ما بين الناس مع انك انت مصدقاني فهم بقى نفهم بقى كل حلم حلمت يوم يا اجلى حاجه عشقتها وياك يا قلبي تملك وضح لك وانت الحقيقه واكسجا حرماني ليه حرماني ليه حرماني ليه من الكلام ومحرمة حتى السلام ما تجاوبي يا لعينك دنيا لا عشقتها ولا سبتها حبيت معاك كل حاجة وكل حاجة كرهتها ما انا اللي حبيت براحتي لما قلت الحب عيب وانت قلتي ما انت دنيا وانت كمان اغلى حبيب يبقى ليه يبقى ليه يبقى ليه ابعد وانسى حتى يبقى كلام غريب ايوه انا صابر ايوه انا صابر وصبري طبعا شيء عجيب ما انت اول ما انت اول ما انت اول حب عشقته وانت اخر شمس طالع شمس تاني حرام تجيب كان لازم ياخد المركز الاول يعني هو كمان مش مساله بيغني بس كمان الراجل كمان بيلحن اه طبعا وكان لازم ياخد الشهاده بتاعه المركز الاول واللي عاجبني فيه كمان ان انت عندك بصمه يعني حتى الاغاني اللي انت غنيتها للمغنيين والمطربين الكبار حتى عندك برضو لمستك كده يعني صحيح صح هي بس بقى سلطان جديد والله كنت لسه هقول لك يعني انا كنت هقول لك احنا للاسف وقتنا بيخلص فانا مش هسالك يعني بس قبل ما نسمع حاجه بقى بهاء سلطان في شهاده تقدير احنا كنا بنعرضها دلوقتي للساده المشاهدين على الهواء اتكلمنا عن شهاده التقدير دي بقى هي الشهاده ديت من ضمن التكريم اللي انا اتكرمته وطبعا كلنا يعني بنتكرم نفس التكريم بس هي بتختلف في المراكز طيب حابب تغني بهاء سلطان ولا اغني بهاء سلطان حابب تختم بايه اللي انت تحبه خد بالك منطقه بهاء سلطان دي منطقه صعبه قوي يعني مش بمنتهى الامانه مش اي حد لا هو ما شاء الله هو صوته قريب منه جدا ماشي نخلي نغني كان يا مكان ولا تحبه انا طول اليوم مهموم بلاش هموم اه بلاش السنة الجديدة عشان السنة الجديدة صح؟ بالظبط معايا برضه كان يعني مكان الفرايحي قوي يعني مش طب اختار حاجة طيب فرايحي عشان والله أنا مش يعني مش حافظ طيب حاجة طب فرايحي أنت مجهز إيه تاني؟ أحمد سعد أحمد سعد وردة كان يا مكان ماشي ممكن نقول كل ده كلمة ممكن لعبد الوهاب يلا كل ده كان ليه لما شفت عيني كل ده كان ليه لما شفت عيني حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه
حني قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كلي لي قولي لي قال لي كم كلمة يشبهوا النسمة في ليالي السيف فاتني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خالي تيف الله 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 يعني انا كنت عايزاك تكمل والله يا علي بس احنا بجد سعداء انت كنت معانا النهارده شكرا لحضرتك ويعني نتمنى لك النجاح والتوفيق في حياتك اللي جايه طبعا وان شاء الله السنه دي تبقى سنه وشها حلو عليك ويبقى وشنا حلو عليك في السنه الجديده ان شاء الله شكرا. علي فرج الفائز المركز الاول فصل ما طب استنى هقول لك لازم عشان برضو الناس اكيد مستنيه برضو اكيد طبعا عايزاه يكمل نشكره برضو طيب. علي فرج الفائز المركز الاول في مسابقه الصوت الذهبي للغناء ذوي الهمم واحنا بقى يعني هنسيبك تغني اغنيه بقى للمشاهدين في طريقنا اغنيه غير الاغنيه دي ولا غني اللي انت عايزه احنا غنينا لسه فاكر صح غنينا لا لسه فاكر لا ما غنيناهاش حاضر نغني لسه فاكر بيحب الحزينه فكره علي نو انا لوني حزين خالص لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان والله نظره توصل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان لسه فاكر كان زمان كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي ويا عمري يا ما هانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة من كلامي فيك وصبري كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة لما راح الهوى ويا الجراح واللي قاسيته في ليلي اتنسى ويا الصباح النهارده الحب والشوق والحنان لما تسألني هقول لك كان زمان لسه فاكر كان زمان
كلام كتير عن المتحور الجديد لكورونا JN1. ده طبعا بسبب معدلات انتشار المتحور ده السريعة جدا، خصوصا بين أصحاب الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط والأورام. ده غير طبعا أنه المتحور ده ليه قدرة على إصابة الحالات اللي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن متحور JN1 وأعراضه وطرق الوقاية من ضيفنا دكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، اهلا بكم بالساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بكم، يا رب يكون عام سعيد دايما يا رب. طيب جي ان 1 بقى يا دكتور، ايه اعراضه؟ هل هو اخطر من المتحورات السابقه؟ دي تفاصيل اكتر عنه، لانه من المفترض انه حسب كمان الاخبار اللي بتقال عنه انه شويه سرعه انتشاره اكبر، انه ممكن يكون اخطر. صحيح، هو انتشاره أكتر، ولكن مفيش وباء عالمي، يعني منظمة الصحة العالمية ما أعلنتش وباء، يعني متواجد وينتشر بسرعة ومتواجد في كذا مكان في العالم لكنه مش وباء عالمي. وكونه أخطر؟ لا، هو مش أخطر خالص خالص. طيب ليه مثير للاهتمام؟ يعني هو التحور يمكن الذي يعني ده يعتبر من أبناء الكورونا المتوحشة الأولانية. نقول أحفاد الكورونا المتوحشة، فجأة ضعيف، وده ضعيف جدا 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 جدا، يعني ضعيف في قدرته على الأعراض. في أعراض ملحة، يعني يكون في حرقان في الزور، لكنه ضعيف، أقصد أنه هو ما بيوصلش المستشفى، يعني دخول حالات للمستشفى منه نادرة. وطبعا مش رعاية مركزة، ومش فشل تنفسي، ومش الحالات اللي كنا بنشوفها. طيب الحمد لله، دي حاجة كويسة. لكن أعراضه طبعا هو موجود. هل عنده أعراض جديدة طيب عن المتحورات السابقة؟ هو من أعراضه المعتادة رشح في الأنف، انسداد، حرقان في الزور، صداع، ألم بالعضلات، المفاصل، كل ده معروف الجهاز الهضمي كمان، يعني. لكن كمان بيصاحبه ألم بالصدر، في منطقة الصدر، ألم بيكون خفيف برضو مش شديد، مش ألم قلب يعني. وأحياناً إسهال، بعض الإسهال بسيط. كلها أعراض يعني معتادة في الكورونا، وما تفرقوش كتير قوي، لكن يعني بياخد مثلاً 5-7 أيام، من 5 إلى 7 أيام، وبعد كده بيهدأ خالص. طيب دكتور أيمن، إحنا دلوقتي شايفين دور برد كده قوي شوية موجود حوالينا، هل ده JN1؟ هو أعراضه كمان مش بسيطة بصراحة، يعني حتى بيصيب الأطفال، وهل ده بقى هو JN1 ولا ده دور برد بس قوي شوية؟ JN1 بيصيب الأطفال، وإن كنا ما نقدرش نقول هو ده ولا مش هو من غير ما نعمل تحليل، يعني بيبقى عندنا دور البرد ده، عندنا اشتباه انفلونزا أو اشتباه كورونا أو اشتباه الفيروس المخلوي أو اشتباه عدوى بكتيرية، كلهم اشتباهات لغاية لما نعمل تحليل يؤكد. وده ما بنلجألوش كتير، لأن المرض بنسميه سيلف ليميتنج، يعني بيلم نفسه في خلال 5 أيام. فبيقول لك من غير علاج ياخد 5 أيام، لو بالعلاج ياخد 4 أيام. فالفرق خلال الخمس أيام دول المريض يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل أولاً راحة. أهم حاجة يعملها الراحة، ندي فرصة إن جسم الإنسان يلم الدور ويلم نفسه، وخلايا جسم الإنسان هي اللي بتقاوم في النهاية، فلازم نديها فرصة الراحة وفرصة الغذاء وفرصة العمل الطيب، الأداء الوظيفي الجيد بالسوائل. لو الخلايا، لو جسم الإنسان ما خدش كفايته من المية، الخلايا بتكون في حالة جفاف، يعني ما تؤديش وظيفتها الحيوية، وظيفتها الوقائية، يعني تقي الإنسان من الأمراض. يبقى سوائل، راحة، غذاء متوازن. والراحة مش معناها إن احنا نعمل عزل، لا، المقصود طبعا العزل مطلوب جزئيا علشان ما تعديش اللي في البيت، لكن مش العزل بتاع زمان، مش العزل بتاع زمان، ما تعديش اللي في البيت اولا طبعا، لان مش لازم يكونوا كلهم عندهم الدور. ثانيا، انه بيساهم في كسر دوره حياه الفيروس. لما نعمل عزل بنساهم في كسر دوره حياه الفيروس، لكن المخالطه بتكون عن قرب. المخالطه بتكون اذا هيقرب عن متر، متر ونص، عشان ما يتعديش نلبس الكمامه. غسل الايدين مكررا، تكرار غسل الايدين بالميه والصابون لمده نص دقيقه على الاقل، يعني نفس المحاذير اللي عارفينها من ايام الكورونا، حافظينها من الكورونا، هتنفع المره دي وهتنفع مع كل عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. طيب دكتور، في حديث انه الانفلونزا الموسميه بقت اخطر من فيروس كورونا، لو الكلام ده صحيح، هل ده ليه علاقه بفكره او ان في دراسات
تكلمت عن انه المناعه عامه قلت بعد كورونا، مناعه الانسان بشكل عام قلت بعد كورونا. لا انا مش قادر اقول ان المناعه قلت او ان الكورونا قللت المناعه. بالعكس، الكورونا اصبحت الكورونا لما بتعدي الانسان بتخلي فيه خلايا الذاكره جوه جسم الانسان جاهزه لمقاومه العدوى مره تانية. يعني حتى انا شفت التطعيمات ما بتاثرش، القديمه ما بتاثرش في الفيروس الجديد. ده متوقع، لكن هيكون في تاثير جزئي مش تاثير متوقع عشان كامل. فات عليها فتره كبيره مثلا ولا متوقع عشان متوقع يعني؟ لانها من نفس المجموعه، من نفس العائله، من نفس فيروس الكورونا. ده فيروس عائله كبيره فيها سبع اعضاء، يعني اي واحد فيهم العدوى بيه تعدي بيه بيدي مناعه جزئيه. ونفس الكلام على فيروس الانفلونزا، بس مش مناعه كامله. الانفلونزا اخطر لانه بيتحور تحور جذري كبير، الشكل بيتغير والتركيب بيتغير، لكن الكورونا بتحور تحورات بسيطه مش كبيره. كونه اخطر بقى مش قادرين نقول اخطر. الخطوره ما بتجيش الا على فئات محدده بنسميها فئات الخطر، يعني يبقوا كبار السن فوق سن السبعين، اصحاب الامراض المزمنه الغير منضبطه، سكر غير منضبط، ضغط غير منضبط، لو منضبط كويس، لو كنترولد كويس خلاص يبقى زي الشخص السليم. امراض الصدر الغير منضبطه، امراض السرطان، امراض المناعه المختله، يعني دول مجموعات خطر. نراعيهم كويس قوي، نطعمهم، ياخد تطعيماته كامله، لانه لو حصل عدوى وهو في ظروف غير مواتيه ممكن تظهر المضاعفات. طيب البروتوكول بتاع العلاج بقى، حضرتك قلت ان هو 4 أيام بالعلاج يخف على طول، ايه طبيعه الادويه اللي بياخدها؟ وهل طبعا احنا دلوقتي ما بقيناش قادرين احنا كاشخاص مثلا لو حد جاله كورونا انه يفرق ده اي متحور مش هنعرفها دي؟ لا. فبالتالي هل البروتوكولات العلاج بتختلف؟ فده طبعا بيتطلب مننا ان احنا نروح نعمل فحص عشان نشوف هو بالظبط ايه. هي بروتوكولات العلاج اولا فيما يخص المتحور الجديد ده والكورونا بصفه عامه، الحالات الخفيفه بتوصيه منظمه الصحه العالميه مفيش علاج نوعي محدد، برغم ان احنا عندنا مضاد الفيروس، عندنا مضاد فيروس اكتر من واحد، بل 2 و3 كمان تم تصميمهم لعلاج الكورونا، منهم واحد مخصوص بالكورونا ما بيعالجش حاجه تانية، يعني لا يصلح لعلاج انفلونزا، لكن عندنا دواء مضاد للفيروسات بيعالج الانفلونزا والكورونا، ودواء تاني بيعالج الكورونا وحاجات تانية. عندنا ادويه كافيه عشان نموت الفيروس ونقضي على المرض، ولكن لا يوصى بيها الا في الحالات المتوسطه والشديده. اغلب الحالات الحاليه اللي بنقابلها خفيفه الى متوسطه، ودي ما تستدعيش علاج نوعي، يعني علاج مضاد الفيروسات، لكن تستدعي بقى العلاج المعتاد، يعني تستدعي علاج خافض الحراره، مسكن الالام، بعض المسكنات، احيانا بعض المضادات الحيويه اذا كنا ابتدينا نحس ان ظهر اعراض عدوى بكتيريه. يعني العلاج بيكون غير نوعي، وعلاج بسيط جدا، ونفس الشيء ينطبق على الانفلونزا. لكن الانفلونزا لو شكينا انها الانفلونزا الموسميه يبقى في دواء مخصوص للانفلونزا بندي. طيب دكتور، في ناس من اللي اصيبوا بجين 1 او المتحور الجديد، في ناس فضل معاهم دور كحه كده، او يعني في سعال لمده قعد معاهم فتره بعد الاصابه، ده ايه سببه؟ احيانا بقى الكحه بتعلق شويه بعد العدوى الفيروسيه سواء كورونا او انفلونزا او غيرها، لكن ملحوظ برضو مع الكورونا ده. هنا بنشك ان المريض يكون عنده الحساسيه او استعداد حساسيه، بنسميها حساسيه كامنه الى ان تظهر مع عدوى الفيروس او في موسم معين. فلازم هنا يبادر، اذا استمرت الكحه اكثر من 4 أيام او استمر المرض اكثر من 4 أيام يبادر بعض نفسه على الطبيب، لانه بيظهر فورا بالكشف الموضعي، بكشف السماعه حتى اذا كان في اعراض حساسيه او غيرها. وطبعا في اجراءات ثانيه بنعملها منها الاشعه وغيرها. حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا في البدايه، بس لازم الناس تاخد بالها، قلت ان الفيروس الجديد او المتحور الجديد بيسيب الام في الصدر، لكن ما تصلش للالام اللي بتيجي عن طريق الاصابه بامراض القلب. لكن وجب علينا ان اي حد يجيله اصابه في منطقه الصدر ما يعتمدش على ان هي المتحور الجديد وبسيطه وهتعدي، اعتقد ان هو لازم في الحاله دي يكشف عشان يعرف ايه بالظبط، دي حاجه صحيح. خاصه بالقلب، دي زبحه صدريه، دي العرض البسيط بتاع كورونا. صحيح، انا كلام مظبوط تماما، لازم يبادر بالكشف. يومين اذا ما فيش تحسن بعد يومين يبقى لازم ان هو يراجع الطبيب، وطبعا المراجعه مش بالتليفون، المراجعه بالكشف، لان احنا مش هنقدر نقيم الـ الحالات بدون الكشف بصوره كويسه.
يعني احنا مختلفين عن الكورونا، الكورونا المتوحشه الاولانيه كان مرض قاتل، نسبه الوفيات تتراوح من حوالي 5% الى 7% الى وصلت في امريكا 12%. لكن الموقف دلوقتي مختلف تماما، ده ابن حلال، فيروس ابن حلال دلوقتي. طيب في خطوره على الاطفال بما انه بيصيب الاطفال؟ الاطفال هو نفس الشيء، الاطفال، بس الاطفال لازم ان احنا نحط الرضع بالذات في مجموعه مهمه، لانه بيصيبها فيروس اسمه الفيروس المخلوي. ده بيحب قوي جزء معين من الشعب الهوائيه، بتسبب في درجه اختناق للاطفال الرضع على التحديد. وبالتالي اذا وجود اعراض في مريض طفل بيبي تحت سنتين لازم يبادر بالعرض على طبيب الاطفال مباشره والصدر طبعا، عشان ما يصلش للمرحله دي، ما يخرجوش بقى في الجو البرد، صح؟ ما يخرجش، ما يتعرضش كتير، ما يختلطش كتير. بس المخلطه المعتاده لكن مفيش فيتامينات مثلا او اي حاجه ممكن ياخدها؟ لا احنا بس يعني اهم شيء نبتعد عن اماكن الزحام، نبتعد عن اماكن سيئه التهويه، نبتعد عن الاماكن اللي فيها مريض مصاب، يعني يكون في حد بيكح قدامه او بيعطس او عليه علامات الاعياء، الحراره، ونروح نقعد معاه. انا بتكلم بالذات على الاطفال. المدرسه طبعا عليها دور كبير قوي، انها اذا في مريض لازم تبادر بان هو يقعد، وانها تكتفي بفصول محدوده العدد او التهويه الجيده وتكرار الراحه. طيب اتكلمنا عن الرضع والاطفال تحت سن السنتين، بالنسبه للحوامل هل في خطوره من الاصابه بالمتحور الجديد؟ الحقيقه ما بنحبش الحوامل يصابوا بالكحه. ما بنحبهمش يصابوا اصلا. يصابوا اصلا لان هو العلاج بيبقى صعب فيهم الحقيقه. لكن برضو عندنا علاجات كافيه للحوامل، والفيروس ده برضو يعني الحوامل العدوى الفيروسيه فيهم مش مستحبه بصفه عامه، صدر او غير صدر. لكن في البدايه بيكون علاجها سهل. فبرضو الحوامل لابد انها تعرض نفسها على دكتور الصدر، استشاري الصدر، وطبعا استشاري النساء. طيب دكتور خليني انا بحاول اعرف كل المعلومات من حضرتك عشان منعا للمعلومات اللي ممكن نتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك حديث انه المتحور الجديد هو متحول مثير للاهتمام، وايضا الاطباء في انجلترا وصفوه بانه فيروس مخادع. هو الفيروس مخادع كالمعتاد دائما يعني، وهو مثير للاهتمام فعلا، ودي درجة من درجات الترصد اللي هي حطاها منظمة الصحة العالمية. يعني مثير للاهتمام ده معناه ان احنا نحطه قدام عينينا، لكن ما نخافش منه لانه بينتشر بسرعة. لو ما بينتشرش بسرعة خلاص يبقى ما فيش حالات كتيرة، لكن تكونه بينتشر بسرعة نخشى انه في درجة في فترة من الفترات يتطور الامر لإصابة اشد. الفيروس ده مش معروف عنه انه بينزل يعمل التهاب رئوي فيروسي او بيعمل فيما ندر، وما عنديش نسبة محددة، لكن حالات نادرة هي اللي شفنا فيها بعض التغيرات على الأشعة المقطعية في نسيج الرئة يعني، لكن غير كده لا، هو ما بينزلش الرئة. وبالتالي هو مثير للاهتمام ومخادع ممكن، ولكن احنا عارفين ان هو بيتطور للأهدى. يعني زي ما حصل مع بقية الفيروسات من نفس العائلة، سارس كان نفس عائلة الكورونا، متلازمة الشرق الأوسط كانت من نفس فيروس الكورونا. كل 10 سنين بيجي لنا تقريبا كده عضو جديد، وان شاء الله ما يجيش تاني بعد كده. يا رب. طيب احنا دايما الناس لما بيجي لها الكورونا او نزلات البرد الشديده اول حاجه بيجروا عليها بيجروا على الصيدليه على طول، نقول ناخد شويه فيتامينات من نفسهم كده بدون استشاره الطبيب، والفيتامينات دي اي نوع بقى من انواع الفيتامينات، كلموا الصيدلي ادينا فيتامينات. هل ده ينفع؟ وهل الفيتامينات تقدر تشتغل في فتره صغيره؟ لا لا ينصح بكده. احنا عملنا كده في بدايه الكورونا، لان لو نفتكر في مارس 2020 ما كانش عندنا دواء شافي، دواء كافي. فكنا بنقول طيب ناخد اللي موجود، هو ده يعني اقل الايمان يعني. لكن دلوقتي لا، الامر مختلف خالص. زائد طبعا ان هو يعني مع كل التقدير والاحترام للصيدلاني، يعني هو بيصرف الدواء اكتر ما انه هيكون قادر على تشخيص بالظبط صحيح بكل تأكيد الحاله. الف سلام على حضرتك بالعلاج. شكرا جزيلا ليك دكتور ايمن سالم، مسؤول الامراض الصدريه بطب قصر العيني. شكرا لحضرتك. عفوا واهلا بحضرتك. شكرا. مشاهدينا التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله، اتفضلي يا هاله. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي، شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية. كما أكد الرئيس السيسي على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه. تناول الاجتماع جهود تعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي، وخاصة ما يتعلق بالدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلا عن أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وتطورات برنامج نوفي. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تسليمه عددا من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة أن الحكومة حددت مجموعة تشمل 7 سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها، محذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو إخفاء هذه السلع. كما أكد مدبولي أن الدولة ستعمل على متابعة موقف تنفيذ قراراتها على الأرض بصورة أسبوعية. هذا وأعلن مدبولي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لاستقبال بيانات الإنتاج الخاصة بالسلع لمتابعة موقف توافرها ولضمان عدم حدوث أزمات في مجموعة السلع الاستراتيجية المحددة. استشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال للمنازل وسط قطاع غزة ورفح جنوبا. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة السورحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن سكان قطاع غزة يعانون مجاعة كارثية. وفي تدوينة على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس، قال مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت إن 40% من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة، لافتا لوجود حالة ملحة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان بما في ذلك شمال غزة. أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024. وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه الخطوة تعد إحدى أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة القوات المعادية. وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 من نوفمبر الماضي، وبثت صوراً للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية. تعهدت موسكو بالرد على الهجوم على بلغراد المتاخمة للحدود مع أوكرانيا والذي أسفر عن مقتل 21 شخصا. واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بلغراد أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح، وأكدت أنه لن يمر بدون عقاب على حد وصفها. ويأتي هذا الهجوم غدا ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بحسب السلطات الأوكرانية.
أعلنت أوكرانيا أنها صدرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس، أصبح مهما لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف. وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أليكساندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات، وأعرب عن امتنانه للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من كم يوم كان في حفل توزيع جوائز مسابقة الفاوجكت المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. المسابقة دي اشترك فيها مجموعة كبيرة من طلاب كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، لحد ما أفرزت هذه المسابقة عن فوز مشروعات وابتكارات بحثية مميزة في مجال الزراعة. واحد من هذه المشروعات اللي فازت في مسابقة الفاو وحصلت على المركز الأول مشروع اسمه التخلص من المتبقيات الضارة للمبيدات عشان نحافظ على تربة الأراضي الزراعية في مصر. مشروع مهم لاثنين من طالبات كلية الزراعة جامعة القاهرة، هما دلوقتي منورينا في صباح الخير يا مصر. خلينا نرحب بيهم مع حضراتكم ونعرف تفاصيل أكتر منهم. معنا فاطمة محمد عبد الله تيم ليدر المشروع وهمة مصطفى. نورنا، صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يا أهلا بيكم. صباح النور. صباح النور. طيب هبدأ مع همة، قولي لي انت في البدايه المشروع ده لما جيتوا تفكروا فيه ايه اللي جاب الفكره دي في دماغكم؟ ليه كنتوا حريصين على يعني انتوا تعملوا مشروع عن الموضوع ده تحديدا؟ طيب في البدايه كنت حابه اعرف حضرتك ان احنا اول حاجه احنا قسم تخصص قسم وقايه نبات تخصص امراض تخصص مبيدات. احنا في عندنا ماده اسمها تلوث البيئه بالمبيدات، فاحنا كنا واخدين خلفيه قبل كده باك جراوند عن ان المبيدات بيكون ليها اثر سلبي او بيكون ليها اثر متبقي في البيئه، فجت الفكره من هنا احنا ليه ما نستخدمش حاجه طبيعيه، ممكن نستخدم مثلا بكتيريا طبيعيه ان احنا تنقي البيئه بتاعتنا من الاثر المتبقي للمبيدات ده، وبالتالي البيئه هتصلح للزراعه، هتزود الخصوبه بتاعه التربه. فمن هنا جت الفكره. طب كويس، تيم ليدر بقى يكلمنا عن الفريق اللي معاها وطبيعه الشغل كانت عامله ازاي عشان نوصل بالمشروع ده لانه يفوز في هذه المسابقه. احنا اول حاجه طبعا بدانا ان احنا نعمل بحث علمي، يعني نشوف اوراق بحثيه طبعا مسجله في مجلات عالميه. فاحنا بدانا الاول زي ما همت قالت ان الفكره ان احنا عايزين نتخلص، احنا بنحب المبيدات طبعا لان ده القسم بتاعنا، فكنا عايزين نعمل مبيد يعني يبقى حلو وفعال جدا على القفه بتاعتي وفي نفس الوقت ما يضرنيش، يعني يبقى حاجه كويسه جدا. فاحنا شايفين ان الضرر بتاعه يعني متركز في حته معينه، احنا عالجناها وخلينا المبيد يبقى كده هو ولا ضار ولا بيعمل اي مشكله، وكمان غير كده بيحل القفه بتاعتي. نفس المبيد اللي احنا بنستخدمه نستخدمه، فكده يعني انا شلت كل الضرر بتاعه. فاحنا بدانا الاول حاجه بان احنا نعمل سيرش، وجمعنا طبعا المعلومات على قد ما نقدر، ويعني السيرش كان من شهر 6 تقريبا ولحد دلوقتي مستمر، وان شاء الله يعني هنعمل شغل حلو جدا ان شاء الله. فاطمه لغايه دلوقتي المشروع هو مشروع نظري فقط صح؟ طيب ناويين بقى المراحل اللي جايه، هل ناويين ان انتوا تبتدوا تعملوا بعض التجارب حتى لو بسيطه؟ اكيد باكاديميه الادب بتاعهم مع اكاديميه البحث العلمي طبعا هنبدا ان احنا نشتغل اول حاجه الشغل المعملي بتاعنا ان احنا نجيب البكتيريا بتاعتنا من الارض وكمان ننميها على قد ما نقدر. في بكتيريا كمان هنجيبها من حضرتك عارف معالجه الميه، فالبكتيريا في نوع معانا اللي هو الواي 16 سي، النوع دوت بيستخدم في معالجه المياه اصلا فهو فعال كده كده. فاحنا وكمان دمجنا مع بكتيريا موجوده في الارض طبيعيه وهنشتغل بها الجزء المعملي، وبعد كده ننزل سيمي فيلد، بعد كده طبعا الشغل الفيلد الكامل ان شاء الله. عظيم. مين اعضاء الفريق اللي معاكي؟ انا وهمت بس يعني التيم ليدر وهمت معاكي بالظبط. طب ده عظيم جدا. طب همت قولي لي بقى يعني بعد ما ابتديتوا عملتوا الورقة البحثية دي عن المشروع ده، احكي لي عن كواليس تقدمكم بقى للمسابقة، او ازاي اصلا المشروع ده فاز بجائزة من مسابقة الفاو. احنا اول حاجة بدأنا ان احنا نتعرف اول حاجة عن المسابقة دي من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كده قعدنا انا وفاطمة وقلنا ليه ما نقدمش في المسابقة دي، وكان فعلا كان اقتراح هايل ان احنا نقدم في المسابقة دي. سبحان الله يعني ربنا وفقنا وخدنا مركز اول، فدي حاجة كويسة لينا وكانت تجربة هايلة لان دي كانت اول مرة ان احنا نقدم في مسابقة على المستوى دوت. كانت تجربة هايلة ليا لان انا عرفت ازاي اصلا المفروض ان انا اطلع منتج نهائي، ازاي اطلع ورقة بحثية في النهاية تكون قابلة للنشر، والبحث بتاعنا ان شاء الله قابل التنفيذ على ارض الواقع ان شاء الله. طيب هي المبيدات بتاثر على التربه ولا على المحصول؟ على المحصول وعلى التربه وعلى البيئه، على التلاته وعلى الانسان كمان.
ما هو اكيد طبعا على الانسان بما انه هو اللي هياكل المحاصيل. طبعا هي المبيد مثلا زي المجموعه اللي احنا كنا عاملين عليها البحث, مجموعه الجلايفوسات دي مجموعه مبيدات حشائش. مبيدات الحشائش طبعا هي مهمه للمحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا اللي هي القمح والذره, فاحنا بنستخدمها في الارض بصوره طبيعيه. طبعا المبيد دوت بيفضل منه ما جزء كبير قوي في الارض, ما بيتكسرش ولا بيستفيد منه النبات ولا انا بستفيد منه, وكمان بيضر لي الارض بتاعتي بعد فتره الارض تبقى بور. ما اقدرش استخدمها, فليه انا اسيب ارض بور وكده؟ لا انا ممكن استفاد بيها ان انا احط بكتيريا طبيعيه موجوده اصلا وصديقه للبيئه, انا مش بضرها. زمان كانوا بيعملوا تخلص للمبيدات دي بس بمواد كيميائيه, فانا كده ما عملتش حاجه, انا جبت ماده كيميائيه برضك, فليه انا استخدم ماده حيويه موجوده في الارض وانميها بصوره طبيعيه وتفضل موجوده مع النبات وكمان تفيد للنبات قبل ما تفيد للتربه. صحيح, وكمان بيفرق في التصدير. انتوا عارفين طبعا لما نيجي نصدر حاجه بره لازم تكون خاليه من المتبقيات. بالظبط. طيب همت الفكره دي, يعني الورقه البحثيه دي ليها مثيل او ليها شبيه او في بالفعل مثلا مبيد بيحقق كل الاهداف اللي ذكرتوها دلوقتي, ولا دي لسه ورقه بحثيه او الفكره دي خاصه بيكو؟ هو في الفكره دي كانت موجوده في بلاد بره بدات ان هي تتنفذ, لكن اللي احنا ضفناه للفكره ان احنا هنعمل دمج ما بين سلالات من البكتيريا مختلفه. يعني احنا مثلا نشتغل على بكتيريا الباسيدومونس, دي بكتيريا موجوده بصوره طبيعيه في التربه, هنشتغل منها على سلالتين, فاحنا كده بنحاول ان احنا نزود البكتيريا دي اللي بتكون موجوده في التربه وبتشجع من نمو النبات, لان هي بتفرز برده بعض المواد بعد ما بتكسر المبيد بتحصل منه على الكربون عشان تتغذى عليه, وفي نفس الوقت بتيصل له ان هو يمتص بعض العناصر اللي بتكون موجوده بصوره طبيعيه في التربه زي الفوسفور او النيتروجين. فزي ما هي هتستفيد من تكسير المبيد هي برضو هتفيد النبات, فدي حاجه كويسه لينا. بالنسبه للبكتيريا الثانيه اللي هي الواي 16 سي, هي كده كده كانت بتستخدم اصلا في معالجه الميه بتاعه الصرف الصحي, فاحنا قلنا ان احنا نعمل دمج بينها وبين البكتيريا بتاع الباسيدومونس, فكده هزود من الكفاءه بتاعه عمليه المعالجه بتاعه التربه من متبقيات المبيدات. لا فاهمين الملف كويس ما شاء الله عليكم يعني. طيب مين اللي ساعدكم يا فاطمه في المشروع؟ الصراحه هو احنا يعني كان في المركز الاول ان احنا عايزين نبحث بنفسنا, علشان احنا طبعا طالبه في فرقه رابعه فعندنا مشروع تخرج برضك, احنا دلوقتي شغالين عليه حاليا الحمد لله, ان شاء الله نعمل حاجه برضك حلوه يعني مختلفه قريب. ولا في نفس لا الإطار. مختلفه يعني مختلفه بس يعني حاجه كده صديقه للبيئه برضك ومفيده جدا ان شاء الله قدام. فاحنا طبعا عايزين نتعلم ازاي نعمل بحث علمي, ازاي ندور, ازاي نساعد نفسينا بنفسينا. طبعا في دكاتره كتير من المسابقه نفسها الفاوجيك كان في فتره تدريبيه, كان هم فعلا بيساعدونا وبيدونا مواقع كتير نشتغل عليها. فالفتره التدريبيه دي فعلا فادتنا كتير جدا وفرقت معانا, وقدام بقى ان شاء الله هيبقى في حاجات تانية جميله قوي. فاطمه وهمت احنا لسه مكملين كلامنا معاكم, لكن هنروح دلوقتي ل يعني كمان طالب آخر ولسه مكملين كلامنا عن تحديد عن مسابقة الفاو جاكت, وخلينا نتعرف على مشروع آخر كمان فاز بالمركز الثاني. المركز ده فاز بيه جامعة قناة السويس, والمشروع اسمه أبليكيشن أو تطبيق للكشف عن سوس النخيل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من التيم ليدر عبد الرحمن الصغير, الطالب في الفرقة الثالثة قسم الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس. صباح الخير عليك يا عبد الرحمن, وألف مبروك وكل سنة وأنت طيب. صباح النور يا استاذه, حضرتك بخير دايما كده يا رب. ربنا يخليك. قولي بقى, احكي لي عن التطبيق الالكتروني او الابلكيشن اللي يقدر يكشف عن سوس النخيل. تمام, احنا عندنا مشكله في مصر, احنا مصر من اوائل الدول بتصدر تمور على مستوى العالم بانتاج حوالي ضخم بالملايين, فاحنا عندنا مشكله ان احنا في ظل التصدير ده في افه من ضمن الافات اللي بتسبب مشكله للنخيل وهي سوس النخيل, وده طبعا ده مشكلته اللي هي لما بتصيب السوسه بتعمل له عمليه بتقعد تاكل جوه قلب النخله, وبعد كده بنتفاجئ نلاقي ان النخله وقعت ومبقتش صالحه للزراعه تاني, وده من غير اي اعراض. فاحنا عملنا ابلكيشن هيضطر يكشف عن سوسه النخيل عن طريق الموجات الصوتيه او الاهتزازات الصوتيه, عن طريق اللي احنا هنركز الاهتزازات الصوتيه او الموجات الصوتيه ديت على النخله, والموجات الصوتيه بدورها هتعمل على اللي هي تعمل على موت الافه او تعمل لها عمليه قضاء من غير ما تاثر على النخله. يبقى احنا كده قضينا على فكره سوسه النخيل والافات الزراعيه اللي هي خصوصا تخص النخيل اللي هي سوسه النخيل من غير ما نضر بالبيئه عن طريق الموجات الصوتيه. واحنا مستخدمين الموجات الصوتيه ديت على تركيز معين للخاص بسوسه النخيل. طيب كانت ايه اصلا الطرق التقليديه للكشف عن سوس النخيل؟
هو كان ما كانش فيه طرق تقليدية أو كانت الطرق التقليدية عامة، إن إحنا بيشوف مثلا هل في عرض على النخلة. الأعراض دي كانت بتظهر متأخر جدا، كان لما بتيجي تظهر كان بيبقى مثلا خلاص السوسة عمر خلاص النخلة خلاص بينتهي. بالظبط، بيكون خلاص بيكونش غير ما فيش إمكانية إن إحنا نعمل لها مكافحة. والمكافحة كانت بتستخدم موبيلات، إحنا نفس الفكرة برضو مستخدمين المكافحة ولكن برضو بفكرة الموجات الصوتية. احنا الموجات الصوتية اللي هنستخدمها في الكشف عن سوسة النخيل دي برضو هنستخدمها في القضاء عليها عن طريق ان احنا برضو الموجات الصوتية، اي انسان او اي كائن بيبقى ليه ترددات اهتزازات معينة، لو زاد عن حده تمام ده بيضر الكائن ده، ده اللي احنا هنستخدمه عن السوسة عن طريق برضو الموجات الصوتية الخاصة بيها. مش هيكون لها اي تأثير على التمور؟ لا لا، مش هيكون ليها اي تاثير خالص على التمور ولا على اي كائنات نافحه حوالين النخله، لان احنا عاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي هنكون يعني عاملين تخصص للسوسه بس. عبد الرحمن، طيب قولي ايه الدور اللي ممكن تساعدكم فيه اكاديميه البحث العلمي عشان تقدروا توصلوا لشكل تنفيذي قابل للتطبيق خلال الفتره اللي جايه؟ هو احنا بالتعاون مع الفاو بروجكت او منظمه الفاو واكاديميه البحث العلمي، اكاديميه البحث العلمي خلال ال6 شهور القادمه هتعمل معانا زي عقد، لانها هتوفر لينا مينيتور وليه كمان عشان توفر لنا السوسه ذات نفسها عشان نقدر نعمل عليها التجارب كمان الكافيه، لان فكره انها توفر عمليه السوسه ده موجود صعب شويه توفره غير عن طريق الاكاديميه. فاحنا عن طريق الاكاديميه هيبقى في عقد ما بين البروجكت وبين احنا مشروعنا وبين الاكاديميه عشان يبقى لينا تدريبات مفصله اكتر عن الموضوع عشان كمان نقدر يساعدونا اكتر في المشروع على ارض الواقع. طبعا احنا بنحييك يا عبد الرحمن وبنشكرك شكرا جزيلا انت وفريقك طبعا بالكامل. عبد الرحمن الصغير الطالب بالفرقه الثالثه قسم الهندسه الزراعيه جامعه قناه السويس، شكرا ليك يا عبد الرحمن. نرجع نكمل كلامنا مع فاطمه وهمه طبعا، واحنا بنتكلم عن النبات او المحاصيل الزراعيه الخاليه من المتبقيات، وانا سمعت ان المشروع بتاعكم دخل حاضنه اعمال. ايوه فعلا. ده معناه ايه؟ معناه ان المشروع هيتنفذ ان شاء الله، هو قابل للتنفيذ فعلا وبمساعده اكاديميه البحث العلمي هنقدر ان احنا ننفذه على ارض الواقع، وكمان احنا بنمشي في ان احنا ننشر ورقه بحثيه ان شاء الله بالتعاون معاهم برضك في خلال 6 شهور القادمين يعني ان شاء الله. طيب همت في المسابقه بقى، شافوا يعني ايه العوامل اللي كانت متوفره في الورقه البحثيه بتاعتكم عشان المشروع يفوز بالمركز الاول؟ اكيد كان في مشروعات كتير جدا متقدمه. بالظبط، بس احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا كنا اول حاجه الفكره بتاعتنا ان احنا كنا بندور على نوع من انواع البكتيريا تتحمل الظروف البيئيه اللي بتعيش فيها مصر حاليا وخصوصا التغيرات المناخيه. فاللي احنا قدرنا نوصله المشروع بتاعنا ان يوصل لمركز اول ان احنا قدرنا نختار بكتيريا تكون بتتحمل درجات حراره عاليه، مثلا بتتحمل درجات حراره الرينج بتاعها من 20 ل 40، فدي درجه حراره عاليه اللي هي تعيش من داخلها. دي يمكن انت شرحتيها لنا انت وفاطمه، بس انا اللي اقصده بسؤالي يعني ايه اللي كان متوفر في الورقه البحثيه او في المشروع بشكل عام عشان يقدر يفوز بالمركز الاول؟ يعني هل مثلا قابليه التنفيذ على ارض الواقع؟ هل الفكره ان هي جديده؟ ايه المعايير اللي كانت متوفره في المشروع؟ هو اساسي ان احنا كان عندنا المشروع بتاعنا صديق للبيئه في المركز الاول. تمام، لان احنا دلوقتي حضرتك عارفه الحمله بتاعه تحضر الاخضر اللي الرئيس بتاعنا يعني عايز ننفذها بشكل كبير جدا، وطبعا منظمه الفاو طبعا يعني عامله الزراعه المستدامه واحنا بنحاول نسعى لدوت. فكان اول حاجه ان تنقيه التربه كانت الهدف رقم 2 بالنسبه لمنظمه الفاو، فده كان عامل رئيسي ان مشروعنا يطلع مركز اول، لان هو حاجه فعلا مفيده جدا وهنقدر ان احنا ننفذها في اسرع وقت. غير كده كمان هي متنفذه بره في بلدان اللي هي مهتمه جدا بالزراعه منفذاها، وكمان بيحطوها مش كمثلا ماده حيويه، لا ده كسماد للتربه يعني كاساسي في الري. فاحنا بنسعى ان احنا نعمل دوت، يعني احنا بنفيد التربه والنبات بشكل رئيسي. طب ده عظيم جدا، وانا عاجبني على فكره من كلامكم حاجه مهمه جدا انتوا اشرتوا ليها، ان احنا كنا ممكن نعتمد على الورقه البحثيه دي وهذا المشروع انه يكون مشروع تخرج، لا احنا عندنا مشروع تخرج مختلف تماما. بالزبط. هنتكلم طبعا يعني لو تدونا حتى فكرته، لكن طبعا واحنا لسه بنتكلم عن المشروعات البحثيه لطلابنا في الجامعات، حاله فريده من الابتكار والابداع بيترجم المجهود القوي اللي بتقوم بيه الدوله ومؤسساتها المختلفه المنوطه بالتعليم العالي في دعم البحث العلمي ورياده الاعمال. بالتاكيد المجهود ده كان وراه خطط واهداف
تم وضعها عشان ننهض بهذا الملف المهم وعشان نشوف ثماره في المستقبل إن شاء الله. عشان كده خلونا نرصد حصاد إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023 مع ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. صباح الخير عليك يا دكتور وكل سنة حضرتك طيب. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير استاذ جمانة والطيبين وكل السيدات والسادة المشاهدين بخير. يا أهلا بيك. أكيد حضرتك متابع دلوقتي احنا معانا نموذج مهم جدا من المشروعات البحثية اللي فازت في مسابقة من المسابقات اللي نظمتها أكاديمية البحث العلمي، يا ريت حضرتك تكلمنا عن ثمار أنشطة البحث العلمي في مصر في عام 2023. يعني خليني أقول لحضرتك أنه بفضل ربنا أنه قطاع التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وحاليا كما حضرتك بتشير بنحصد ثمار هذا الاهتمام. يعني مصر خلال الفترة الماضية على مستوى ملف الجامعات وعلى مستوى ملف البحث العلمي حققت قفزات الحقيقة كنا بنتمنى تحصل على أرض الواقع. شوف حضرتك مثلا بنتكلم على تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي. مسألة التصنيف مرتبطة شد الارتباط باللي حضرتك كنت بتعرضه كأحد مشروعات الابتكار. البحث العلمي ليس مجرد دراسات بتنشر محليا، ولكن الحمد لله حققنا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات والمراكز البحثية. إذا كنا حضرتك بنتكلم على التصنيفات العامة زي التصنيف الصيني أو الأسباني أو الأمريكي أو الهولندي أو التصنيفات البريطانية، في تطور ملحوظ جدا سواء على مستوى تصنيف عام أو حتى على مستوى بعض التخصصات اللي فيها بعض الجامعات المصرية دخلت نادي المئة. نادي المئة بمعنى انه الجامعه في تخصص معين وصلت الى هذه المرتبه، بل ما هو اهم ان في بعض التخصصات وصلنا لاول 50 على مستوى الدوري. هذا لم يكن الفرق، بل جاء من خلال تحفيز بيئه بحثيه داخل الجامعات والمراكز البحثيه، جاء من خلال دعم مادي، جاء من خلال تشجيع، جاء من خلال سنويا الجامعات بتعقد احتفالات للاحتفال بحول العلماء. النقطة الثانية حضرتك خاصة بالابتكار والبحث العلمي ودور الجامعات في خدمة المجتمع. البحث العلمي مش مجرد، ولكن وظيفته الأساسية إن هو يلبي احتياج ويواجه تحدي داخل الدولة المصرية. وده حصل حضرتك على مستويين، على مستوى التدريس بالجامعات وعلى مستوى البحث العلمي. على مستوى الجامعات عندنا حضراتكم إذا كنا بنتكلم على مبادرات مجتمعية مهمة زي حياة كريمة، إذا كنا بنتكلم على قوافل طبية، إذا كنا بنتكلم في كافة التخصصات، في كافة التخصصات الحقيقة اللي هي بتجوب مصر، إذا كنا بنتكلم على ملف محو الأمية، إذا كنا بنتكلم على الملفات اللي هي الخاصة بدور الطلبة نفسهم في المشاركة في هذه المبادرات، ده مشاركة مجتمعية في دور الجامعات. كنا بنتكلم على دور المستشفيات الجامعية في مشاركة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. النهاردة كانت مستشفيات الجامعات تستقبل 22 مليون مريض سنويا بتقدم لهم هذه الخدمة. فلم تعد المستشفيات الجامعية مجرد لدور في التدريب أو دورها للبحث العلمي، ولكن أصبحت تشارك وتدعم مستشفيات وزارة الصحة في هذا الدور المهم. الدور الاخر حضرتك اللي هو الدور البحثي اللي بتقوم بيه اكاديميه البحث العلمي والمراكز اللي هي بتشجع الابداع والابتكار داخل الوزاره، انه الدراسات وانه الابحاث تخدم قطاع الزراعه وتخدم قطاع الصناعه، وان البحث العلمي يقدم اضافه جديده. حينما يقدم البحث العلمي اضافه جديده احنا بنعتبر ان هذا الابتكار يحدث حينما يتحول الى منتج، هذا المنتج يستفيد من المجتمع أو يتفضل. طيب دكتور في النقطة دي تحديدا، زي ما حضرتك تحدثت مصر دلوقتي قدرت أنها بالفعل تتقدم في المراكز العالمية في مجال البحث العلمي تحديدا، ولكن عشان نقدر أن احنا نحول زي ما حضرتك قلت هذه الأوراق البحثية لمشروع على أرض الواقع، لازم يكون في مناخ مهيئ للباحثين أن هم يقدروا يحولوا مشروعاتهم لمنتجات بالفعل تكون موجودة وتقدر تفيد مصر بشكل كبير. خليني أعرف من حضرتك أيضا الجهود المتعلقة بهذه النقطة تحديدا، وأيضا كمان الجهود المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. يعني خليني
حضرتك على أكثر من مسار. هذا السؤال المهم، هو البحث العلمي بيخدمنا في إيه؟ لأن هذا هو السؤال الأهم. إن علمائنا والأساتذة والباحثين جهودهم البحثية تؤدي إلى ذلك في اتجاهين. الاتجاه الأول أن يتحول إلى ابتكار، وابتكار معناه منتج، والمنتج ده معناه إضافة للاقتصاد القومي. طبعا وضل حضرتك شغل أكاديمية البحث العلمي من خلال براءات الاختراع اللي بتقدمها للباحثين لمنتجاتهم الجديدة عشان تعمل لهم حماية فكرية وتشجيع للشركات إن هي تبدأ الجزئية الاقتصادية. وده حضراتكم حصل كتير جدا، بنتكلم في مجال الزراعة، يعني أكاديمية البحث العلمي في العديد من المنتجات الزراعية الأساتذة قدروا إن هم يحددوا قفزات، يضيفوا قفزات. ومعنا مثال ونموذج دلوقتي في الاستوديو يا فندم. بالضبط زي ما حضرتك أشرتي، والحاجة يعني إذا كنا بنتكلم على الزراعة، إذا كنا حضراتكم بنتكلم على بعض المحاصيل الزراعية وإنتاجها يتضاعف، ده أحد النماذج. الحاجة الثانية المهمة جدا التعاون مع المراكز البحثية التابعة للوزارات في عمل دراسات مشتركة وبحوث مشتركة عشان يقدروا يعملوا مواجهة للتحديات اللي بتواجهها بعض المحاصيل الزراعية. الجديد حضراتكم احنا عملنا فكره جديده هذا العام خاصه 23. دكتور ايمن عاشور عمل حضراتكم مشروع اسمه التحالفات الاقليميه. التحالفات الاقليميه حضراتكم عندنا 7 تحالفات اقليميه على مستوى الجمهوريه، لكل اقليم جغرافي على حده في تحالف. التحالف ده بيضم مين؟ بيضم الجامعه، المراكز البحثيه، الشركات الصناعيه الكبرى، عظيم، شركات الانتاج الاقتصادي اللي هي داخل كل اقليم جغرافي على مستوى مصر. اللي هنا حضراتكم هدف التحالف ايه؟ ان اساتذه في الجامعه الباحثين مع شركات الصناعه مع رجال الاعمال يقعدوا مع بعض يشوفوا ايه التحدي اللي موجود في هذا المجال، وازاي الجامعه تقوم بدور في مواجهه هذا التحدي. ولاول مره حضراتكم هنوفر، هيتم تشكيل مجلس تنفيذي اعلى. هذا المجلس التنفيذي الاعلى هيتولى احد مهامه الاساسيه مش بس الاشراف على هذه التحالفات السبعة، لتوفير التمويل للمشروعات البحثيه الكبرى اللي تحل مشكله موجوده داخل المجتمع. دي طبعا فكره مهمه جدا يا دكتور عادل، انه دايما كان بيبقى عندنا افكار وابحاث محتاجينها تتنفذ، فكانوا دايما الباحثين يقولوا مشكلتنا في ان مفيش دعم مادي عشان نقدر ننفذ ده، احنا محتاجين مستثمر. فانه يتم ربط هذه المنظومة في شكل تحالف بحسب المنطقة، فالمصنعين يبقوا محتاجين حاجة معينة الباحثين يشتغلوا عليها، وأيضا الباحثين لو عندهم أفكار تبتدي تتنفذ من خلال المستثمرين والمصنعين. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حضرتك يا فندم. هرجع مرة تانية سريعا لفاطمة وهمت، خليني بقى، احنا النهاردة آخر يوم في 2023 إن شاء الله داخلين على سنة جديدة بإذن الله، تجاوبونا على سؤال الحلقة. هبدأ بهمت، قولنا إيه أمنياتك لـ 2024؟ أول حاجة أمنياتي إن أول حاجة ربنا يعني أتخرج بتقدير عالي إن شاء الله من الكلية، واحصل على وظيفه كويسه في مجال البحث العلمي خصوصا، او ان انا اشتغل في معامل لتحليل متبقيات المبيدات. كانت امنيتي طبعا ان انا اشتغل في معمل كيو كاب، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، بتمنى ان شاء الله تتحقق. ربنا يعني يحقق كل نفسك فيه. فاطمه بصراحه انا هدفي شركات المبيدات الكبرى ان شاء الله، طبعا علامات يعني عاليه جدا، سنجنتا، باير، باستيف، الشركات العالميه بصراحه حاجه كده تشرف، وكمان نتخرج بتقدير عالي، والمشروع بتاعنا برضو بتاع التخرج يبقى حاجه مشرفه جدا ان شاء الله. تستاهلوا كل خير وربنا يوفقكم في اللي جاي. شكرا جزيلا ليكم. فاطمه محمد عبد الله تيم ليدر مشروع التخلص من اثار متبقيات المبيدات في الاراضي الزراعيه، اللي فازت بجائزه الفاوجكت، وايضا همت مصطفى عضو هذا المشروع، بنشكركم جزيل الشكر. شكرا جدا لحضرتك. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر. احنا ساعات ونبدا العام الجديد، ومعاه بتبدا توقعات الصحف للعام الجديد في مختلف المجالات، ورصد كمان حصاد عام 2023. خلينا نستعرض مع حضراتكم تناول الصحف العالميه للحصاد وابرز ما تصدر مؤشرات البحث مع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب.
صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير يا رب. يا رب. خليني أبدأ مع حضرتك من نيويورك تايمز وتحت عنوان ليس مجرد كلمات، 10 رسوم بيانية تكشف أهم أحداث عام 2023 من حرب غزة وكيف كان العام الأكثر سخونة حرفيا. لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل. هو طبعا في كل المناسبات في خصوصا في احتفالات رأس السنة معظم صحف العالم تبرز أبرز ما جاء في خلال العام. طبعا نيويورك تايمز حددت العديد من الموضوعات، وطبعا على رأس هذه الموضوعات تأتي الحرب على غزة، إلى جانب طبعا العديد من القضايا التي تشغل بال المتلقي للصحيفة. كل صحيفة أو كل وسيلة إعلامية بتحاول أن هي تبرز أبرز ما جاء في خلال هذا العام وفقا لاهتمامات الصحيفة من ناحية واهتمامات الرأي العام الذي تخاطبه هذه المطبوعة، سواء كانت مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو غيرها. فطبعا نيويورك تايمز حددت الكثير من الموضوعات، أهمها أنه العام اللي بينقضي اليوم 2023 يعني كان هناك العديد من الموضوعات، لعل أهمها انخفاض نسب التضخم وارتفاع الدخل في الولايات المتحدة تحديدا، إلى جانب أنه برضو استعرضت أهم الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام، إلى جانب طبعا أهم القضايا اللي شغلت الرأي العام خلال هذا العام، أهمها الحادثة اللي وقعت للغواصة تيتان. وهي طبعا يعني ده كان حادث الصحيفة رأت أنه يعني اهتم به الرأي العام العالمي، فقد 5 من الذين كانوا على متن هذه الغواصة حياتهم، لأنه كانت رحلة استكشافية لاستكشاف تيتانيك وما حدث فيها، لكن طبعا الغواصة غرقت وغرق معها 5 الذين كانوا على متنها، إلى جانب أنه طبعا أهم الأفلام اللي صدرت خلال العام، فضلا عن أنه الحوادث السياسية، وطبعا يأتي على رأسها الأحداث التي يشهدها قطاع غزة الآن هي التي شغلت الرأي العام العالمي على أكثر من على مدى أكثر من 3 أشهر حتى الآن. يعني تصدرت هذه الموضوعات اهتمامات صحيفة نيويورك تايمز وغيرها طبعا من الموضوعات الأخرى التي اهتمت بها الصحيفة. طيب أستاذ صلاح، نروح مع حضرتك للبي بي سي، بتطرح سؤال مهم جدا، بتسأل ما هي مجموعة البريكس والدول الجديدة اللي انضمت ليها، ايه تفاصيل هذا التقرير، أهمية انضمام مصر لهذه المجموعة، ويقال ان في اسم مقترح هيكون جديد بعد انضمام الدول الجديدة. هو طبعا مجموعة البريكس، طبعا مصر انضمت لمجموعة البريكس وهذا مكسب كبير للاقتصاد المصري، بدءا من الغد ان شاء الله ستكون مصر عضوا اساسيا في مجموعة البريكس. موضوع مجموعة البريكس يعني حتى نلقي الضوء على هذه المجموعة الاقتصادية المهمة، هي تجمع اهم 5 دول او من اهم الاقتصادات في العالم. مجموعة البريكس عندما انشئت ضمت البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، ودي المكون الحروف الاولى لاسماء هذه الدول، هي المكون لاسم البريكس، البرازيل بي والار روسيا والهند اي والصين سي وجنوب افريقيا اس، فده اللي كون اسم البريكس. المجموعه بتتحكم في ربع اقتصاد العالم، فلك ان تتصور انه اهميه هذه المجموعه من حيث الثقل العالمي في الوضع الاقتصادي. طبعا بعد انضمام مصر إليها وسيبدأ هذا الانضمام بدءا من 1 يناير، انضمت مصر ضمن مجموعة التي شملها الانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وأثيوبيا، فأصبح عدد الدول الآن المكونة للمجموعة بدءا من الغد 11 دولة بدلا من 5 الذين أسسوا مجموعة البريكس. طبعا المجموعة الأول لما أطلق عليها اسم البريكس زي ما ذكرنا أنه دي الحروف الأولى للاسم، لكن أصبح هذا الاسم مرتبط بالمجموعة، فبعض المحللين أو بعض المنضمين للمجموعة أشاروا إلى أنه من الممكن أنه يتغير الاسم إلى بريكس بلس، ده على غرار أوبك بلس. فطبعا الاحتفاظ بالاسم الأساسي لأنه المجموعة
لها اسم يعتبر من العلامات المميزة لها في صحيح. العالم الآن. وهناك يعني الدول المنضمة إلى هذه المجموعة لم تعترض على الاسم ولم يعني تسعى إلى تغيير الاسم، رغبة في استمرار هذا التجمع الاقتصادي الهائل على هذا النحو. فطبعا التجمع برضو من الأشياء المهمة اللي ممكن أن تشكل ثقلا كبيرا في العالم خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه الـ 11 دولة المنضمين طبعا لهم ثقل اقتصادي وثقل على الناحية السياسية، يضاف إلى أنه طبعا الخمسة المؤسسين لهذه المجموعة اللي احنا ذكرناهم يعدوا من أهم الاقتصادات في العالم، نظرا لأنه بالفعل هناك يعني العديد من المزايا التي تجمعهم، وسيكون هناك تبادل تجاري والعمل على التبادل بالعملات المحلية. ده برضو هيكون هدف رئيسي للتغلب على المصاعب الاقتصادية اللي بتواجه العديد من الدول، خاصة في مجال توفير العملات، إلى جانب أنه التبادل التجاري مع هذه الدول سيكون أيضا ينشط العملية التجارية والعملية الاقتصادية، وينشط عملية التنظيم والتبادل التجاري فيما بينهم، إلى جانب أنه بيفتح آفاق جديدة واستثمارات جديدة، والعديد من يعني القضايا الاقتصادية اللي بتهم الدول المجموعة 11 دولة تعد من الدول المهمة في المجالات الاقتصادية في العالم بأسره. فده طبعا يعني تجمع اقتصادي هيكون له أثره، ومصر طبعا من الدول اللي رحبت مجموعة البريكس بانضمامها باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الموجودة والنامية التي بالفعل ستبزغ في المستقبل القريب. فده هيشكل يعني أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر وللدول المنضوية في هذا الاتحاد وهذا التجمع. أستاذ صلاح، نروح لسي بي اس نيوز وتقرير مصور عن عائلة فلسطينية رزقت بأربع توائم تحت القصف، كانت كمان تحدثت عن المخاطر اللي تعرضوا ليها والمخاوف عليهم في ظل نقص الاحتياجات الأساسية والطبية. تفاصيل هذه القصة الإنسانية يا فندم. طبعا هي اللي حضرتك ذكرتي العائلة الفلسطينية اللي رزقت بأربع توائم، في أحد يعني 50,000 يعني سيدة حامل في الأماكن المناطق الفلسطينية تعاني من أولا نضوب في المياه وتراجع في الاهتمام الصحي، لجانب أنه يعني رزق يعني الخمس أو الأربع توائم لهذه العائلة يشكل في ظل الظروف اللي بيشهدها قطاع غزة. أولا يعني هي يعني ظاهرة إنسانية طبعا الصحيفة ألقت الضوء عليها باعتبارها حدث فريد من نوعه من ناحية، إلى جانب أنه ظروف الولادة في هذا الظرف المتعسر وهذه الظروف بالغة القسوة يعني في قطاع غزة وتحت القصف الإسرائيلي، ورغم المعاناة الشديدة التي يعاني منها سكان العاديين، فلك أن تتخيلي أنه حجم المعاناة اللي عانت منها هذه الأم التي يعني أنجبت أربع توائم دفعة واحدة. فطبعا المسألة صعبة للغاية، ومسألة هناك مخاطر شديدة بالنسبة للمدنيين العاديين والأطفال الذين يعني لا يجدون رعاية صحية ولا يجدون أي منفذ للحصول على الاحتياجات الأساسية. فطبعا سي بي اس عندما يعني ألقت الضوء على هذه القضية الإنسانية، هي لفتت أنه يعني هناك أكثر من 50,000 أم صحيح. فلسطينية معاناة كبيرة طبعا يا أستاذ صلاح. طيب في نفس الموضوع، طبعا بقول لحضرتك ان المعاناه كبيره، لكن في نفس الموضوع هنروح للتايمز البريطانيه بتتكلم عن مستقبل نتنياهو في العام الجديد تحت عنوان استبدال نتنياهو. رئيس الوزراء الاسرائيلي بيفقد ثقه شعبه ويريد تلتين الاسرائيليين الموجودين دلوقتي عايزين انتخابات بعد الحرب. هل ده مؤشر لان نتنياهو هيحاول اطاله امد الحرب قدر الامكان؟ طبعا هو إطالة أمد الحرب بالنسبة لنتنياهو هو أمل يحاول من خلاله القفز إلى الأمام، لأنه بالفعل بعد انتهاء هذه الحرب تحديدا سيتعرض نتنياهو للكثير من الأزمات والكثير من الكوارث على المستوى الإنساني والمستوى السياسي. لأنه أنا في رأيي أنه نتنياهو فقد مستقبله السياسي بهذه الحرب، وأعتقد أنه المسألة لن تتجاوز الشهور القليلة حتى نجد أن نتنياهو سيحقق معه في الكثير من القضايا، سواء قضايا الفساد التي سبقت هذه الحرب أو غيرها، بتعديه على السلطة القضائية أو
أيضا ما حدث من انتكاسات وكوارث في هذه الحرب التي بالفعل ما زالت مستمرة. نتنياهو بإصراره على استمرار الحرب هو يؤخر مسألة الحساب التي سيتعرض لها بالفعل، وهو يدرك ذلك تماما، لأنه يعني المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس ولعلكم تابعتموه أو صحيح. معظم المشاهدين تابعوه، وزير الدفاع ورئيس الأركان امتنعوا عن حضور هذا المؤتمر الصحفي. هناك قضية داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك تفكك داخل الحكومة، هناك تهديدات بالاستقالة، يعني لأنه الفشل الاستخباراتي والفشل العسكري الذي منيت به الإدارة الإسرائيلية في هذه الحرب سيعاني منه بالدرجة الأولى نتنياهو وحكومته. يعني هناك الآن المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، هناك مظاهرات مستمرة سواء من جانب أهالي المأسورين في لدى قوات المقاومة داخل قطاع غزة، أو على الصعيد السياسي الإسرائيلي هناك إخفاق على كل المستويات، هناك معاناة يعاني منها الداخل الإسرائيلي، هناك انتكاسات كثيرة، الخسائر المتتالية داخل قطاع غزة لإسرائيل، سواء يعني منذ قليل أعلن أحد المستشفيات أنه استقبل خلال هذه الفترة 3500 مصاب، هو رقم كبير لم يستقبله من قبل. صحيح، وقد لا تعلن عنه الحكومة الإسرائيلية بهذا الوضوح أو تعلن عن الرقم الفعلي لتأثيره الكبير كمان على الشعب في إسرائيل. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك يا فندم. خلينا نروح مع حضراتكم لإجاباتكم وتعليقاتكم على سؤال حلقة، سؤال حلقتنا النهاردة، إيه هي أمنياتكم لـ2024؟ هنبدأ مع أستاذ محمد أحمد إبراهيم، بيصبح علينا وبيقول أتمنى أن يوفقني الله لما يحب ويرضاه، ويوفق رئيس الجمهورية في الاستمرار فيما فيه الخير لمصرنا الحبيبة، وربنا ينصر أهلنا في فلسطين، والنصر آت آت. أحمد رمضان، أن ينصر إخواتنا في غزة ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويديم علينا وعليكم الصحة والعافية، اللهم أمين. عاشور أحمد الأزهري، أتمنى أن مصر تكون بسلام دائم. أحمد جمال عوض بيقول النجاح والتوفيق يا رب العالمين. محمد نظير بيقول يا رب أن تكون سنة خالية من الحروب ويوفق أبنائنا في امتحاناتهم يا رب. عمر السيد بيقول أتمنى أن أصبح من أوائل الطلاب هذا العام، ربنا معاك يا عمر. في كمان رودي بهنسي بتصبح علينا وبتقول أتمنى الخير والسعادة والاستقرار وانتهاء الحروب، وأتمنى الستر لأولادي وتحقيق أحلامهم، وأتمنى زيارة بيت الله الحرام أنا وزوجي وكل من يتمنى، اللهم أمين. أستاذ علاء هارون، صباح الخير شاذلي وجمانة، كل عام وانتم بخير وسعادة ويا رب، وحشنا سؤالكم. دكتور كوكب، أتمنى من الله الصحة والستر والبركة في العمر ورزق لي ولكل أحبابي وأهل بلدي والنصر للقدس. جمال مختار بيقول صباحكم مصري من سوهاج، أتمنى على المستوى الشخصي أن يسعد أولادي وأسرتي وأن يرفع من شأنهم، وعلى المستوى العام أن ينصر الله الأهل في فلسطين وأن يوحد الأمة العربية والإسلامية لما فيه خير، وأتمنى طبعا لبرنامج صباح الخير يا مصر أنه يرقى أكثر وأكثر، وكل عام وانتم بخير وحضرتك طيب وبالف خير يا فندم. يعني دي كانت بعض وجزء من تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، دي اخر حلقه لينا في 2023. بكره هنبدا مع حضراتكم سنه جديده وهنبدا معاكم حلقه جديده، وان شاء الله يعني السنه اللي جايه 2024 تكون سنه خير وسعاده ورخاء علينا كلنا، ان شاء الله كل حد نفسه في حاجه يقدر يحققها، ان شاء الله كل شخص مر بظرف صعب او بموقف صعب ربنا يجبر بخاطره ويعوضه، ان شاء الله السنه دي بتبقى سنه الجبر والكرم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. كل سنه وانتم طيبه يا جمانه، وكل مشاهدينا طيبين وبالف خير، وتكون سنه التحقيق الاماني بالنسبه لهم. انتهت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.